بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تعالى اليوم اللقاء الشهري لشهر سبتمبر سنة 24 بإذن الله. إن شاء الله النهاردة لقاء مفتوح، بحيث يعني نتكلم مع بعض عن أي أسئلة عن الزمالة، 3 أجزاء، بارت 1 بارت 2 بارت 3. يعني نحب نستفيد من بعض، ولو حد عنده أي سؤال أي استفسار نحاول إن شاء الله نجاوب عليها. وإن شاء الله هو اللقاء يعني مفتوح للجميع، يعني كل عاوز يشارك عنده أي سؤال عنده أي استفسار معلومة إن شاء الله نحب نتكلم فيها. وطبعا كل ما كان اللقاء صوت أحسن، يعني اللي عنده سؤال يعني ممكن يكتبه في الشات، لكن أفضل الصوت عشان إن شاء الله بننزل اللقاء ده على اليوتيوب، بحيث إن شاء الله بيجي لي رسائل كتير جدا والله. الناس بتقول الحمد لله استفدنا جدا من اللقاءات دي، يعني الواحد مش فاضي النهارده بيسمع، بعد كده بعد فترة بينتفع بيها إن شاء الله. فيعني إن شاء الله اللي عنده أي سؤال أو أي استفسار بيرفع ايده في ريز هاند في الاختيارات، وان شاء الله يفتح المايك ونتكلم مع بعض ونشوف اي استفسار اي سؤال عن الاجزاء الثلاثه للزماله. ولو حد عنده اي سؤال يعني في البطنه ان شاء الله مع بعض، يبقى ان شاء الله لقاء كده خفيف علينا كلنا وان شاء الله، و يعني تستفيد اكون مستفيد للجميع ان شاء الله. طيب اللي ما يعرفنيش، انا دكتور محمد اسامه اخصائي البطنه، يعني ربنا اكرمني متخصص شويه في موضوع الزمالة البريطانيه. عملت جروبات وربنا كرم، يعني تعرفت على ناس كتير جدا وبقينا الموضوع انتشر وربنا كرم فيه. فيعني بنحب كل شهر كده نلتقي مع الزملاء الافاضل، بحيث يعني نتناول في اي اخبار اي معلومه او اي سؤال نحاول نتناقش مع بعض ان شاء الله. طيب نفتح الاسئله، لو حد عنده اي استفسار اي سؤال تحت امركم. يلا، حد عنده أي حاجة بالنسبة لي الام ار سي بي أو البطن عموما تحت أمركم؟ ممكن تكتب في الشات السؤال بتاع حضرتك أو تفتح المايك، يعني لو عاوز تفتح المايك اعمل ريز هاند بس وأنا أفتح لك المايك على طول إن شاء الله. فلو في حد عنده أي سؤال أي استفسار إن شاء الله تمام. طيب هو خلينا نقول برضو، أنا كل مرة بقول بقدر الإمكان عشان الناس تسأل، برضو الناس الجداد اللي ما عندوش معلومه، انا ما عندوش معلومه. طيب خلينا اول بس قبل ما اتكلم خلينا نشوف الدكتور ايفون 15. طيب هنعرف اسمه دلوقتي، هو دكتور ايفون اهو. طيب اتفضل يا دكتور افتح المايك، انا كده اكسس تفتح. اتفضل. السلام عليكم اتفضل. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله يا دكتور، أهلا وسهلا، يا مرحبا الله يا يبارك دكتور. فيك، اهلا وسهلا بارك الله بحضرتك. فيكم، حقيقة استفدنا منك كثيرا كثيرا كثيرا، الله الله يبارك يجزيك فيك خير، ويحفظك الله يبارك فيك، ويعد لك منزل حسناتك، بارك الله الله فيك يا يجزيك دكتور. خير وأنا يا متابع حبيبي، لك الله من يبارك. قديم، الله يحفظك ويبارك فيك. حبيبي أنا وسهلا لكن دكتور. الله يبارك فيك يا دكتور محمد، لعلك كرم الله يحفظك يا دكتور تتكلم بإسهاب وتفصيل ما أمكن عن البيسز بالنسبة للنظام الجديد مارس بي يو كي، بارك الله فيك، لأن عندي امتحان إن شاء الله في نوفمبر القادم في عجمان في الإمارات بإذن الله تعالى. ما شاء الله، ربنا يوفقك إن شاء الله. الله حاضر يحفظك ويبارك فيك يا حاضر دكتور. دكتور مين؟ وكذلك حاضر دكتور مين معنا؟ دكتور علي، الله علي، علي الله يحفظك من السعوديه، انا الله يسلمك، دكتور علي، بارك أهلا الله، وسهلا بحضرتك، الله أهلا يحفظك. وسهلا. كذلك دكتور آلية التصحيح، يعني كرم انت تعطيني اياها بالتفصيل، كرم الله يبارك فيك. انا باي ذا واي عندي ماستر بي ايلاند، يعني مخلص الحمد لله، يعني فول ممبرشيب، ممتاز ممتاز بارك الله فيك، وعندي خلفيه ممتاز. كامله والى اخره، نعم. فبس الكرم يا دكتور لعلك تفصل فضلا لامر، الله يحفظك يا دكتور، اكتب لك الاجر والثواب. حاضر بالنسبه للبيسز حاضر النظام الجديد، اي نعم، والتصحيح كرمني يا دكتور، وما ادري حاضر لعلي يمكن ما يمكن اسمعك اليوم، الله يحفظك، لانه تعرف اليوم الطويل الى اخره، فبتكون الحلقه أنا مسجله ان أسمع. شاء الله، حاضر والاسئله اسمعها في بعد. وشكر حاضر الله لك ولك الدعوات تحت الخالصه أمرك، لدار الغيب الله اليوم يجزيك واليوم خير، يا دكتور. الله يبارك فيك شكرا يا حبيبي، شكرا، الله بارك يحفظك. الله، يسأل الله السلام عليك، عليكم الله ورحمه الله يسلمك، وبركاته، السلام يا عليكم ورحمه امان الله يا وبركاته. دكتور، في امان. طيب تمام، يبقى السؤال الاولاني عن البيسز. تمام ان شاء الله دكتور علي من السعوديه، ان شاء الله هنجاوب على السؤال باستفاضه. طيب قبل ما ندخل في موضوع البيسز، حد عنده اي استفسار تاني؟ نشوف سؤال كده ودكتور علي. طيب دكتوره مروه، دكتوره مروه ممكن حضرتك تفتح المايك ولا في صعوبه؟ دكتورة مروة عمر، لو تعرف تفتح المايك دكتورة مروة أفضل، يبقى جزاك الله خير. دكتورة مروة في إمكانية تفتح المايك ولا في صعوبة؟ دكتورة مروة أنت ممكن تفتح المايك يا دكتورة، أنا كان مديك الأكسس تفتحي لو في إمكانية. دكتورة مروة في إمكانية تفتح المايك؟ دكتور محمد، ماشي دكتور محمد، حاضر ثواني حاضر.
دكتور محمد. اتفضل دكتور محمد، اتفضل دكتور محمد، السلام ممكن عليكم تتكلم. دكتور محمد. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أنا بنحبك جدا وبنحترمك جدا والله يا دكتور محمد. حبيبي، ربنا أولا يجزي خير. الله يجزي خير يا وبعدين رب. أنا والله بنحبك من غير حاجة، وبنسمع الفيديوهات بتاعتك الله على يبارك فيك اليوتيوب، حبيبي، الله وأنت يبارك فيك شخصية الواحد يحبك من وشك من غير حاجة. حبيبي، ربنا يجزي خير يا دكتور محمد، الله يحفظك يا رب، دي يديك تاني حاجة يا الساعة. باشا. تاني حاجة مش الله عايز يبارك أطول فيك، على حضرتك، تحت أمرك، ربنا اتفضل. يسعدك يا باشا وبهاء وهيبة، ربنا الله يسترها يجزي معاك خير، يا رب. الله يجزي خير. احنا بس يا باشا المصادر بتاعت المذاكره بتاعت الفيرست بارت والسكند بارت، لان انا واحد من الناس مثلا اللي ما عنديش امكانيه ماديا للكورسات، تمام تمام؟ تمام فعايز اه اعرف المصادر. المصادر طبعا حضرتك عارف، قلت قبل كده ونويت على السب اب 24 ونوتس اند نوتس 22 ومش عارف بالضبط. وباس ميديس وباس تيست، كتير كتير قوي 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 قوي، وكتب كبيره، تمام؟ وانا مشكلتي يا محمد انا ما اعرفش يعني انا يعني ناس كتير زي حالتي كده، انا ما اعرفش ادخل احل اسئله باس ميديسن او باس تيست من غير ما يكون عندي رصيد معلومات احل منه. ليه بقى؟ تمام انا مثلا تمام قريت معلومه هعرف احل منه، انما اخش على السؤال انا سايبين البطنه بقى لنا كتير، مش هنضحك على حضرتك طبعا مشاغل الحياه وكلام بالظبط من ده، وربنا يعين الناس كلها. يا رب. ثانيا دلوقتي انا لو بخش على بدخل على سؤال احل، ممكن احل الاولاني، لو ادخل في الثاني والثالث كل مدى الصعوبه درجه الصعوبه بتزيد، خاصة الباص تيست بالذات، تمام؟ فأنا ساعة ما ألاقي نفسي ثلاث أربع خمس أسئلة ورا بعض رونج كده مش عارفهم، هسيب البنك دبرست كله وأقول. دبرست طبعًا دبرست طبعًا صح ده أنا بحب الأول يا باشا قبل ما أبدأ أي سؤال أو أي أسئلة في حياتي في أي موضوع، لازم أقرأ عنه حتى نظري عشان يبقى حتى يعني يبقى عندي حتى رصيد بنك مع رصيد معلومات أجاوب منه. تمام؟ فهل تفرقش دي معاك غلط؟ معاك. في ناس كتير، لا لا في صح، ناس لا صح كتير من الناس اللي بتدخل الامتحانات بيقول لك الباص ميديسن والباص تيست بنك اسئله مش عارف ده شهرين وده ثلاثه اربعه كل واحد مرتين ويخش. يلا طيب ما فيش مشكله، هو انا ما عنديش من يعني انا ما دول بيخش حلو اسئله على طول، هل دول مثلا عندهم باك جراوند كويس في البطن العامه بيعرفوا يحلوا منه؟ تمام مع انهم في حالتنا تمام يعني مستوى مش هيبقى فرق السماء والارض يعني، صح تمام؟ صح بس انا صح عايز اعرف ازاي يعني انا دلوقتي ايه المصادر اولا تحديدا، ايه الاحسن؟ ثانيا يا باشا هل طريقتي غلط ولا ايه لا الطريقه لا لا المثلى؟ صح، لا بالعكس بالعكس. طيب تمام تمام، حاضر 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 يا ماشي يا دكتور فندم، محمد. حضرتك شكرا محمد لك يا فندم. حضرتك حضرتك من مصر طبعا. تمام يا باشا من مصر اهو، مستشفى ايه؟ مستشفى محمد منكم يا باشا، ربنا يا رب يوفقك يا رب دكتور محمد، ويصل لك بالوفية امرك يا يا رب. دكتور فرصة محمد، سعيدة، فرصة سعيدة يا حبيبي، ربنا يوصل لك امرك يا دكتور محمد. طيب يبقى دكتور شكرا لك محمد يا فندم. عاوز تحت امر الدكتور مصادر المذاكرة تمام، ودكتور دكتور علي كان البيسس. حاضر طيب، خلينا نجمع اسئلتك وبالتالي نجاوب ان شاء الله. طيب في دكتوره بس عشان ما نضيعش حد، دكتوره ماهي او طيب او دكتور مروه بتقول والله انا شفت فيديوهات حضرتك بالنسبه لمصادر الجزء الثاني، بس انا محتاره جدا مش عارف ابدا منين. طيب يبقى دكتوره مروه عن مصادر الجزء الثاني. حاضر تمام، مش عارفه تبدا منين. دكتور ماهي او ماهي طيب خلينا بس نشوف دكتورة. حد رفع ايده؟ دكتور مصطفى الأول اللي رفع ايده، ليه أو ليش؟ عشان الصوت أحسن لي، عشان التسجيلات بتاع اليوتيوب. طيب اتفضل يا دكتور مصطفى، اتفضل ايه. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ سلام عليكم، أهلا وسهلا دكتور مصطفى، أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. كنت عايز اسال حضرتك، بس هو انا يعني لسه في سنه خمسه، تمام؟ كويس يعني يعتبر صغير شويه بالنسبه للناس اللي هنا يعني ما شاء الله. تمام. فكنت مسأل لو هبدا الام ار سي بي، يعني هل اه ابدا من دلوقتي ولا امتياز؟ لو حضرتك ينفع ترتب لي مثلا الموضوع، وهل هو احسن ولا البلاب برضه؟ تمام حاضر حاضر كان اغلب ماشي مايل يعني للبلاب شويه، بس يعني حاضر عجبني كلام حضرتك عن الام ار سي بي يعني. حاضر 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 دكتور مصطفى، حاضر حاضر. شكرا دكتور. انت حضرتك جامعه ايه يا دكتور مصطفى؟ القصر العيني. يلا ربنا يوفقك، انا خريج قصر عيني برضه. ربنا يوفقك يا دكتور مصطفى، توفيق ان شاء الله حبيبي، ربنا ييسر لك امرك. طيب دكتور مصطفى تمام، سؤال عن البلاب والام ار سي بي ومذاكره في الكليه والكلام ده. طب ممتاز. طيب دكتور ماهي ودكتور احمد الزهراني. دكتور احمد الزهراني، هل في امكانيه استاذ حضرتك في امكانيه تفتح المايك؟ اه في حد دكتور. طيب الحمد لله الشباب مشتركين هم ما شاء الله. طيب خلينا بس نفتح ال طب ثواني. دكتور احمد، دكتور عبد الله محمد. طيب دكتور عبد الله اتفضل سؤال حضرتك. انا فاتح لك المايك يا دكتور عبد الله، ممكن تفتح المايك دكتور عبد الله؟ انا فاتح لك المايك.
كده ممكن تفتح. ايوه السلام عليكم السلام ورحمة الله، اتفضل دكتور عبد الله، اتفضل. محمد، شكرا لحضرتك على تعاونك حبيبي مع زمايلك، حبيبي ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك حبيبي دكتور عبد الله، اتفضل دكتور عبد الله. قول لحضرتك الفرق بين الزمالة البريطانية والأيرلندية، يعني في فرق حاضر. في ال... في يعني ايه الميزة دي عندي، وايه الفرق في المذاكرة؟ يعني لو خدت حاضر. زمالة ام ار سي افضل، ولا اخد الايريش افضل، حاضر. وفي فروق في المذاكرة بس. حاضر. شكرا حاضر. حاضر. لحضرتك. دكتور عبد الله حضرتك شغال في مصر برضو ولا فين؟ لا والله انا بكلمك من المدينة، شغال ما في شاء الله. السعودية. ربنا ييسر لك يا دكتور، فرصة سعيدة يا دكتور عبد الله. ربنا يخليك يا فندم، وشكرا حبيبي لحضرتك حبيبي خالص. تحت امرك يا دكتور عبد الله، ان الله شاء يبارك الله فيك يا رب. لينا تواصل يعني، وبرضه ادينا حضرتك ادينا فكرة عن الكورسات وازاي نشارك مع حاضر حضرتك فيها. تحت امرك، تحت امرك كبير، تحت امرك يا دكتور عبد الله. حاضر حاضر شكرا تمام. شكرا. طيب دكتور عبد الله تمام، شرفنا من المدينة. طيب دكتورة سلمى، في بس عشان ما نسيبش حد متأخرش عليه، دكتور ماهي تاب، أنا ماهي تاب ممكن أو حاجة، أنا فتحت المايك يا دكتورة ماهي تاب، ماهي تاب ما أعرفش هي تاب تاب ولا ماهي تاب. طيب لو حد يفتح المايك كده ممكن تفتح المايك يا دكتورة، وممكن برضو دكتورة مروة لو تعرف تتكلم تتكلم، اللي يعرف يتكلم أفضل. دكتورة ماهي أو لا ولا كده دكتور؟ طيب السلام كويس عليكم دكتورة يا ماهي، دكتور. بس أهلا وسهلا دكتورة ماهي تاب صح؟ ايوه صح. طيب ممتاز، اتفضلي يا دكتور تحت امرك، اتفضلي. جزاك الله خير يا دكتور الله على يبارك فيك المجهود تحت اللي امرك. بتعمله. الله يجزيك خير، اتفضلي يا دكتور. سامي يا رب. انا من السودان بس حاليا قاعده في مصر، ممتاز. فانا بقالي فتره طويله كنت بدرس عشان امتحن بارت 1 ام ار سي بي، بس كان كل مره بتحصل لي ظرف وكده، فما كان في طريق ان انا يعني امتحن. فبعد زي 3 سنة تقريبا وقفت المذاكرة تماما، وحاسة إن أنا بقيت ضايعة خالص، يعني ما عارفة أبدأ، حتى الكتب كل مرة بلقى فيه تحديث ليها أو كده، تمام. فبقيت ما عارفة الصوت ممكن أدرس منه أبدأ من فين، حتى البيزك اللي أنا كنت درسته صراحة أنا نسيته خالص. تمام. فأعرف أبدأ يعني أيوه طريقة حاضر. البداية وكده من فين. والحاجة حاضر الثانية أبدأ اللي بيه. ممكن تستخدمها في مصر، يعني أقدر أبدأ إزاي مثلا إن أنا أمتحن، الامتحان بيكون فين، في يعني في ال حاضر. أو إذا كان في أيوة كورسات ممكن أنا أروح لها أو كده. حضرتك شغاله اصلا يا دكتوره مهتم بطنه ولا بعيد عن البطنه برضه؟ والله أنا كنت شغالة قبل ما أجي، أنا لي تقريبا 6 شهور جيت هنا في مصر. تمام تمام الله يعني. تمام. وما في مصر طبعا ما فيش بقى، ما فيش شغل دلوقتي حاجه. أيوة قاعدة في البيت، فأنا عايزة أستثمر الزمن بتاعي عشان ما يضيع على الفاضي، قلت أنزل امتحان أو كده يعني. صح ممتاز. صح، تستغل الوقت ده، ربنا ييسر لك امرك ان شاء الله، وترجعوا بالسلامه ان شاء الله على خير يا رب ان شاء الله. طيب تمام. جميل إن شاء الله. طيب كده دكتور مهتاب تمام، خلاص تحت امرك دكتور انت، حاضر هجاوب تسال حضرتك. حاضر. طب دكتور احمد الزهراني، افتح لك المايك يا دكتور احمد الزهراني، ثواني. احمد الزهراني اهو، دكتور احمد اتفضل، حضرتك عاوز تفتح المايك اتفضل، لو في امكانيه اتفضل. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. الله يسعد مساءكم، والله يكتب اجرك يا دكتور، والله يعطيكم الله يبارك العافيه فيك جميعا حبيبي، ان شاء اهلا الله. وسهلا دكتور احمد حبيبي، اهلا وسهلا اتفضل. الله يحفظك. انا بس الاستفسار عندي هو، انا حاصل على البورد السعودي في الانترنال ميديسن، بس كويس. استفساري كيف اليه اللي هو التقديم والاختبار؟ هل يحتاج انه مثلا لازم ادرس بارت 1 بعدين بارت 2 واختبر، ولا لا زي مثلا البورد العربي وكذا؟ والله يعطيكم يعني الصحة والعافية إن طب شاء انت الله. دلوقتي طبعا هنتكلم عن الزمالة البريطانية، حضرتك قصدك على الزمالة البريطانية، عاوز تقدم على الزمالة البريطانية أي نعم، الثلاث اجزاء، يعني انت عاوز تقول تبتدي بايه بالظبط، او يعني اقدم ازاي او كده صح؟ أنا أي نعم. هل يشترط أنه مثلا أني ما هل هو مثلا نفس البورد العربي؟ لا والله، إذا أنت حصلت على البورد السعودي بس تختبر بارت 2 واللي هو الكلينيكال، ولا لا لازم تختبر بارت 1 بارت 2 تمام والاشياء هذه؟ تمام حاضر حاضر، اقول الله لك يعطيكم الصحة. كيفيه تقديم على الامتحان وايه المطلوب بالظبط. حاضر يا دكتور احمد. حاضر. حضرتك شغال بطنه، انت بورد سعودي بطنه ولا بورد سعودي ايه؟ نعم، بورد سعودي باطن. بطنه. كويس، ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله، ربنا يوفقك. حاضر يا دكتور احمد تحت امرك، تحت امرك. تمام. طيب كده دكتور احمد تمام، نشوف برضو الزملاء، يعني مش حد يزعل مننا، يعني الدكتور مهيتاب خلاص، ودكتور احمد زهري تمام، دكتوره سلمى
عاوزة تتكلم. دكتورة سلمى أنا أفتح لك المايك ثواني عشان برضه تتكلمي براحتك. دكتورة سلمى ممكن حضرتك تفتح المايك دلوقتي، اتفضلي. دكتورة سلمى ممكن تفتح المايك، هل في إمكانية؟ دكتورة سلمى ممكن حضرتك تفتح المايك يا دكتورة سلمى. ودكتور هبة عطلة برضو ممكن تفتح المايك ثواني. الدكتورة سلمى ممكن تفتح المايك، ودكتورة هبة عطلة هفتح لها المايك برضو بحيث دكتور هبة ممكن تفتح المايك برضو لو في إمكانية، ودكتورة سلمى ممكن برضو تفتح المايك لو في إمكانية. دكتور محب بكة مش عارف الصوت مش واصل ليه، بس أعتقد الصوت واصل للجميع كويس يعني أعتقد. طب دكتورة هبة اتفضلي. السلام عليكم، أنا السلام ورحمة طالبة الله. في سنة ستة، وكنت بسأل بس عن فروق المسارات دي كلها عن بعض، الـ MRCP والـ MRCS والـ BLAB تمام. والبورد بأنواعها، المصري والعربي والبورد السعودي ده كله، فلو عند حضرتك معلومة عن الفروق ما بينهم. طيب انت يعني هو الزمالات البريطانيه اللي هي الام ار سي اس والار سي بي والبلاب، تمام. البورد العربي بقى، البورد العربي هتسالني عن ايه؟ يعني البورد العربي او البورد او الزماله المصريه هتسالني عن ايه؟ بخصوص ايه بالظبط؟ اختار هسأل ايه يعني؟ بخصوص يعني أو بالضبط أختار إيه منهم مقارنة بال UK pathway. تمام حاضر. يعني انت لسه في سنه سته ان شاء الله السنه دي؟ يلا ربنا يوفقك ان شاء الله. حاضر حاضر. اقول لك يعني انت عاوز ايه بالظبط ونختار ايه بالظبط. حاضر تحت اذنك يا دكتور عبد الله. دكتوره هبه. طيب دكتوره هبه تمام. في هستفسر تاني من جواب الاسئله. طيب دكتور ايه، دكتور هبه خلاص تمام، ودكتور تعبت خلاص. طيب اعتقد كده تمام. دكتور سلمى خلاص، دكتور احمد، دكتوره مين، دكتوره دكتوره مروه خلاص، دكتوره مروه قلنا السؤال بتاعها خلاص. طب خلاص اعتقد كده مؤقتا الجميع كده ان شاء الله. تمام. طيب خليني بس نقفل دي. طيب حد لو عاوز اسئله تانيه بس ينتظر شويه بس نخلص باذن الله تعالى، و نجاوب بس على الاسئله بتاعت الشباب والجماعه كلهم الزملاء، وبعد كده نشوف الاسئله الجديده. طيب طبعا هو خلي بس سؤال دكتور علي اللي هو عن البيسس، خليه شويه لان طبعا كلكم بس الاول نسال عن بارت 1 وبعد كده نخلي البيسس في الاخر. دكتوره مروه بتتكلم عن مصادر الجزء الثاني ان شاء الله برضو خليه سؤال. ودكتور مصطفى بيقول ابدا منين؟ هو السنه طبعا هو دكتور مصطفى ده في سنه خمسه قصر عيني، وبيقول امتى ابدا؟ وده تقريبا نفس سؤال دكتوره هبه برضه في سنه سته، وتقول ابدا ايه والفرق برضه بينه وبين البلاب والام ار سي اس والام ار سي بي، ده سؤال دكتوره هبه. عندنا سؤال دكتور عبد الله بيتكلم عن الفرق ما بين الزماله البريطانيه والزماله الايرلنديه. كان في سؤال دكتور مروه مساجر، ودكتور برضو في سؤال دكتور محمد اللي هو دكتور محمد اخصائي حميات في بينكم مصادر المذاكره. طيب خلينا ناخد يعني سؤال نتفق كده بس الاول عن مصادر المذاكره الاول وبعدين نتدرج في الاسئله يعني. طيب احنا قلنا قبل كده يا شباب ما ترد الاسئله يعني في اثنين بصوي، هو اما تشوف حضرتك انت عاوز تذاكر من الكتب تمام، او من المصادر اللي هو الاسئله. دكتور محمد بيقول والله انا عندي مشكله، انا ما ينفعش ادخل احل اسئله على طول الا لما يكون عندي باك جراوند كويس، وانا بصراحه يعني انا بايد الحته دي. معظم الناس بتختلف معايا يقول لك لا انا بركز على الاسئله فقط وادخل احل. طبعا انا شايف ان دي وان كانت تنفعك في الجزء الاول، بس بصراحه تبقى تقيل عليك في البارت 2، لان بارت 2 لا عاوز تبقى انت ملم شويه بالموضوع. وبيني وبينك برضو عشان انت تبقى دكتور كويس يعني مش فاحت، حتى لو انت ربنا كرمك ونجحت بس برضو تبقى انت دكتور كويس قد الشهاده اللي انت معاك، لا انت لازم تذاكر كويس قوي وتلم بالموضوع باستفاضه تمام، ما تاخدش الموضوع سوبرفيشال قوي، لا لان الموضوع مش سوبرفيشال بصراحه. حتى ان كان بارت 1 يعني برضو ما بقاش سوبرفيشال، بيبقى ديب ولازم تكون قاري الموضوع كويس وقاري الابديتد وقاري الجايد لاينز والكلام ده كله. فمهما تحل اسئله برضو كويسه جدا جدا انا معاك، ولكن برضو بيبقى حوالي مثلا 30 40% برضو لازم تكون انت قاري الموضوع تمام. يعني مستحيل يكون واحد قرا الموضوع باستفاضه وقرا مثلا الموضوع بديتيلز، عكس واحد قرا الموضوع يا دوبك بس ايه اللي هو الفاست فود يعني هو التيك اواي يعني مش اكيد يعني. وصدقني زي ما بقول لحضرتك المجهود اللي انت بتتعبه بارت 1 تمام، ان كنت بس بارت 1 تقعد 6 شهور او سنه تدرس كويس قوي هيريحك جدا بارت 2 تمام، وكمان هيريحك في بارت 3. يعني بارت 3 اللي هو البيسز برضه تتكلم بقى مع اكزامينر، والاكزامينر ممكن يسالك اسئله اوبن كويتشن
ليه سالت البيشن ده، وايه السؤال ده علاقته ايه، وايه الفايندنج دي. فانت لازم تكون ملم الدنيا يعني، فاهمني؟ اللي هو التيك اواي والفاست واي ده، فاست فود مش مسكن، مش ده الطريق الصح. حتى لما انت ربنا كرم بجزء الاول جزء الثاني، لما تروح اي مكان يبقى انت برضه ملم الموضوع كويس. طيب خلينا نشوف زي ما قلنا لحضرتك في الطريقين، اللي هو الطريق اللي هو انت تحل اسئله، والكوتشن بانك. اشهر كوتشن بانك عندنا في الام ار سي، اما باس ميدسن او الباس تيست او الاون اكزامينشن. وكلنا غالبا احنا اسهلهم الباس ميدسن، هو ارخصهم واسهلهم الباس ميدسن، هو اسئلته كويسه جدا، ولكن في احد اعلى منه هو الباس تيست. فانت لو جمعت الاثنين يبقى جمعت الحسنين كويس جدا جدا. والله لو انت هتشترك تدفع فلوس في الباس ميدسن، وان كان بعض الناس طبعا ماديا مش تقدر، فممكن بتنزل على الجروبات، وانا منزل على تليجرام يعني ممكن دفعه يعني مثلا نسخه 23، في ناس نسخه 24، وهتلاقي طبعا الناس بتنزل على طول، بتلاقي الاسئله دي اوف لاين. تمام، لكن ميزه لو انت اونلاين برضه بيعمل لك يعني بيعمل لك اسيس للليفل بتاعك، ويشوف الاخطاء بتاعتك وبتاع. فانت ممكن تشترك اونلاين او حتى تاخد الاوفلاين وتحل منه. فانت بتعمل ايه؟ هو بيديك السؤال وانت بتقراه وبتشوف الاجابه بتاعته وبتفهم السؤال. ممكن ناس مثلا سؤال جه عن الام اي مثلا، تمام، فانت بقول لك خلاص الام اي، فجت فكره في الام اي، فانت بتجمع الافكار. الام اي هتتكرر بقى في كذا سؤال، فانت بتجمع الافكار دي و تعمل موضوع، انت تجمع المعلومات دي وتجمعها انت وتذاكر الموضوع ده. لكن ممكن تيجي في الامتحان اسئله بره الاسئله، يعني اسئله غير بره اللي انت حليته، طبعا ده امر طبيعي، مش لازم طبعا يجي اسئله بالنص طبعا، فاهم قصدي؟ فانت لازم تقرا يعني، وبالذات المواضيع الكبيره. كنت حتى دايما قلت لكم المواضيع المهمه في كل برانش يعني، فاهمني؟ حتى لو انت بتشتغل بتاع كل تقرا كل المواضيع، لكن في كل برانش في مواضيع اساسيه. تمام، يعني مثلا زي ما قلت قبل كده، مثلا الشيست مثلا، هتلاقي مثلا السي او بي دي، الازمه مثلا، الفايبروزس مثلا، بابلو امبوليزم، تمام، الانفكشن مثلا، اتش اي في، تمام، ما ينفعش تدخل امتحان مثلا بدون اتش اي في، الملاريا، مينجايتس، فاهم قصدي؟ يعني في المواضيع اللي هي بترني في الودان دي. طب حتى لو انت مش هتقرا كل المواضيع، اقرا المواضيع اللي هي الاساسيه الكبيره، المواضيع الكبيره حتى. تمام، طيب فانت دلوقتي لو انت هتختار الطريقه اللي هي الفاست واي، اللي هي السريعه، اللي انت بتعمل حل السؤال وتيجي تحل عليه الاسئله. بس انا بصراحه انا شايف فيها ريسك شويه، لان طبعا مش كل الاسئله هتيجي زيها، طبعا هتيجي افكار، مش هتيجي طبعا مش هتيجي كل الاسئله بالنص، هتيجي افكار، تشوف انت بتفكر ازاي وتشوف الناس دي بتفكر ازاي. لان طبعا احنا درسنا في الدول العربيه غالبا طريقه المذاكره بتاعتنا غير طريقه المذاكره بتاعتهم، هم يعني بالنسبه لنا طريقه افكارهم ازاي، فانت عارف هو بيفكر ازاي، فبتعود نفسك على الموضوع ده، ودي كويسه جدا. التريننج ده مهم جدا جدا. في ناس تقول لك والله خد الباسوي ده. انا بقى الباسوي ده ينفع مين؟ بصراحه عشان اكون صريح معاك، الناس اللي هي شغاله باطنه، و يعني قضيت الموضوع البطنه وفي ايديها في البطنه وبتشوف حالات وكده، تمام. لكن ما ينفعش دكتور مثلا طول عمره شغال كارديولوجي او شغال نيورو، هو اصلا ما شافش البطنه بقاله مثلا 5 6 سنين من اول ما اتخرج، وتقول له ذاكر لي مثلا النيورو بالاسئله، مستحيل. هو بيقرا لوغاريتمات، ما يفهمش ايه اصلا ابر موتور واللور موتور وال مثلا مش عارف شركه تزيد يعني، قصدي ايه، ما يفهمش المواضيع الكبيره دي ايه. ده لازم يفهم الموضوع من الاول، لازم اقول له بقى يعني ايه الابر موتور، يعني ايه اللور موتور، ازاي تفرق بين ده وده، والمرض ده بيضرب كذا مرض يعني، فاهم؟ ليه بيختلف. لكن لو دكتور هو والله مذاكر بطنه كويس وايده في البطنه، لا اقول له والله توكل على الله وايه وحل اسئله وانت مطمن. ليه؟ لان الراجل خلاص ايده في الشغل وبيشوف حالات، بيشوف كل يوم ام اي، بيشوف كل يوم بالمون ابريز، بيشوف استروكات، فهو خلاص واخد على كده. فلما تيجي تمتحنه خلاص ده شغله، ده شغل عادي يعني. لكن لو دكتور بعيد عن المشكله دي، يعني كان مثلا واحد زميلي كان استشاري كارديولوجي، تمام، بيقول لي سبحان الله اسئله الكارديولوجي مش عارف احلها، لان هو ما ذاكرش كارديولوجي ومعتمد على مذاكرته الاساسيه، لما جه حل لا الامتحان مختلف. تمام، فانا قصدي ايه، البطنه او بالذات الام ار سي ما فيهوش كبير فيها، لان حتى لو انت استشاري او بتاع، بس برضه لو انت مش بتذاكر صعب تلم الدنيا. المهم، فانت هتاخد الباسوي ده كويس جدا جدا. طيب الباسوي الثاني، لا اللي انا بقى عاوز امسك موضوع موضوع واذاكر كويس واسس نفسي بقى بطنه، ودي انصح بيه، انصح الناس اللي هي مش شغاله بطنه، الناس اللي هي البرانشات خلاص، او زي مثلا الدكتوره مثلا بتقول والله انا كنت شغاله من 3 سنين في الموضوع وخلاص بطلت بقى 3 سنين. فثلاث سنين ربنا يعين الناس جميعا، الظروف اللي بتحصل وكلنا سيبنا بلدنا وراح، وناس سافرت دكتوره السودان، ربنا يا رب يفرج الكرب. فانا قصدي ايه، في ظروف، تمام، فانا بعدت عن الدنيا، ما ينفعش بقى احل اسئله على طول، لا برضه الدنيا بعيده عندي. فالدكتوره سواء الدكتوره دكتوره مهتاب، تمام، او اي حد من الشباب لسه، وده الدكتور محمد مثلا بعيد عن الموضوع، او بيقول انا ما بعرفش اذاكر كده، لازم ما ينفعش احل اسئله على طول، انا معاه، تمام. ابتدي بقى من واحده واحده، هتمسك بقى الكارديولوجي، تمام، وتقول هذاكر كارديولوجي، ومثلا انا ذاكرت النهارده مثلا موضوع الام اي، او ذاكرت موضوع تاني، حاول تحل اسئلته من
الايه من البصمه السن او بتاع. بتلاقي كمان حتى في على حسب انت عاوز السؤال نوع ايه، بتكتب مثلا ام اي في السيرش فبيطلع لك اسئله الام اي مثلا، هتحل مثلا مثلا ستروك مثلا فيبقى نفس الكلام وهكذا، او تخلص البرانش كله وتبتدي تحل الايه الاسئله. طيب السؤال ده نذاكر منين؟ هو ده السؤال بقى المحوري اللي هو مشكله كل مره. بص يا جماعه دلوقتي في كتب، الكتب الاكثر كتابين هو كتاب المغربي وكتاب دكتور اللي هو نوتس اند نوتس، تمام؟ نوتس اند نوتس، انا عن نفسي يعني طبعا الله اعلم عشان ما اعرفش انا هل في نسخه جديده 24، انا ما اعرفش. ولكن اللي حصل معايا اللي انا بتكلم والله بكل شفافيه يعني، انا ربنا ولا اعلم ولا اعرف ده ولا اعرف ده، ما فيش حد تواصل معايا خالص. اللي حصل في كتاب اللي نزل جديد 24، ليه عرفته هو 24؟ اللي هو كتاب المغربي، تمام؟ انا والله كنت في القاهره، كنت في زياره يعني في اجازه، واتصل عليا الشركه اللي هي اللي طبع الكتاب، اللي احنا فلان الفلاني، والله الدكتور جزاه الله خير يعني راجل مشكورا بعت لي هديه لكتاب حضرتك فين وهنجيب لك الكتاب. ده اللي حصل معايا. الكتاب ليه ده فعلا 24 يعني، ده ابديت الموست ابديت هو 24 بتاع الدكتور المغربي، تمام؟ فهو ده يعتبر احدث حاجه موجوده في السوق دلوقتي. طيب هو الكتاب برضه هو الدكتور جايب معلومات كويسه جدا جدا، وجايب مقفل المواضيع، وجايب حتى ده بقول لك يعني الاسئله اللي بتيجي وملخصه في الايه كتاب. فانا احدث كتاب انا عارفه هو 24 هو المغربي، يعتبر ده احدث حاجه. كتاب الكتب كتاب النوتس اند نوتس، انا والله ما اعرف هل فعلا في 24، ما اعرفش في جديد ولا لا. الدكتور محمد بيقول اخر حاجه 22، وفي بصراحه عشان اكون صريح معاك، واحنا في بعض المكتبات بتغير بس الايه الديت بس، يعني ممكن بدل 24 بدل 22 تكتب 24 وهو مش 24، ففي حاجات ممكن تكون قديمه شويه، الله اعلم انا ما اعرفش عشان برضه ما اقولش. فحضرتك سواء هتجيب كتاب المغربي او سواء اللي هو النوتس اند نوتس، او في كتاب تاني اللي هو بيعملوه الشباب اللي هم من السودان اللي هو ايفر نوتس او حاجه كده، حاجه كده يعني، سواء ده او ده. بس انا اعتقد الكتب اللي هو الكتاب المحترم الكبير هو كتاب المغربي كويس، ثم نوتس اند نوتس كويس جدا، ولكن هو كبير قوي، الاثنين كبار يعني. حتى المغربي كان زمان كان كتاب واحد، دلوقتي بقى كتابين كبار قوي، مغطي بصراحه مواضيع معظم المواضيع كويس جدا جدا، ولكن برضه كبير. طبعا يبقى مشكله تانيه، يقول لك دكتور انا برضه شغال، كلنا شغالين يعني، برضه كلنا ظروف الشغل وظروف البيات وظروف الدوامات وبتاع، فنفس القصه عاوزين حاجه ميسره. فنصيحتي اللي انت تجيب بقى الكتب دي وبتلخص، انت لازم تلخص يعني، انا عاوز مجهود بصراحه عشان اكون صريح معاك، سواء الام ار سي بي او سواء الارانديم، لازم مجهود ولازم تتعب ولازم تلخص. فانت تلخص الكلام ده لو انت شايف الموضوع كتير، حاول تلخصه، وبعد ما تخلص الموضوع حل منه. طيب يبقى احنا دلوقتي نلخص الموضوع عشان مش عاوز اصدعكم واتوهكم. يبقى انت حضرتك والله عاوز الموضوع السريع، الطريق السريع، تمام؟ اللي هو مين اللي احل اسئله سواء باس ميديسين ثم الباس تيست، وابتدي كده بالباس ميديسين الاول ثم الباس تيست، ده الطريق الاسرع، ولكن مش كل الناس تنفع الطريق ده. انا يعني بلاقي ان جروبات كتيره جدا على الفيسبوك يقول لك لا هو ده كده وما تعملش حاجه تاني، ذاكر الاسئله بس، ما فيش حاجه اسمها كده. الكلام ده مش صح، مش كل الناس تنفع مع ده يعني. نصيحه مشفق اللي هو ما تقعدش تضيع وقتك في حل الاسئله وانت اصلا ما عندكش بيز للبطنه. لو انت عندك بيز للبطنه كويس، لو انت حضرتك شغال في البطنه وايدك في البطنه، لا ماشي ده كويس ليك، تمام؟ لكن انت حضرتك بعيد عن الكلام ده، يبقى الطريق التاني انت تجيب كتب، سواء هتجيب نوتس اند نوتس او تجيب المغربي او تجيب الكتاب التالت اللي هو بتاع السودان، مش عارف اسمه بالظبط، ولكن احسنهم انا شايف ان هو الموست ابديت، انا شايف المغربي. انا والله ولا يعني عشان ما بعملش دعايه لكتاب ولا حاجه، بس انا شايف ده احسنهم. ليه؟ لانه هو ابديت، تمام؟ هتجيبه، ولكن برضه الشكوى هيبقى واحد يقول انا ما عنديش وقت اقرا كله. صح، انا معاك، وكلنا كده يعني، مين اصلا يقعد 3 4 ساعات في اليوم يقعد يذاكر؟ ما فيش وقت قوي. انت لخصه، لازم يتلخص، لازم يتلخص. مثلا هو الموضوع في 5 6 صفح، اللي انت تلخصها في صفحتين عشان تعرف تلمه. قلت لكم يا جماعه برضو من اكبر مشكله بتواجهنا كلنا ومذاكر البطن، انت بتذاكر 12 برانش في البطنه، فبحر البطنه بحر. فالفكره كلها ان انت لازم تعمل ورق لنفسك ملخص، سواء هتذاكر من الاسئله او سواء هتذاكر من الكتاب، لازم تعمل ملخص، لازم تلمني الكارديولوجي مثلا في 15 20 صفحه كده. ليه؟ لان بتيجي قبل الامتحان مش عارف تعمل ايه ولا ايه. الدكاتره الكلينيك اللي بيتصلوا عليا، دكتور انا عندي امتحان بعد بكره وانا مش عارف اعمل ايه ولا ايه. مش فعلا هو البحر، هي البطنه كده، سواء اللي داخل ماجستير او داخل دكتوراه او واخد زمالة، عارف البطنه اللي داخل زمالات وبتاع. انا يعني دخلت مره امتحان بروميتريك بحر، هتذاكر ايه ولا ايه؟ فلازم يكون عند حضرتك سورس انت كاتبه بايدك ملخصه عشان تعرف ترمي فيه، تمام يا جماعه؟ سواء تقرا من الكتاب او سواء تقرا من الاسئله، تمام؟ يا رب اكون وصلت الكلام، ما طولتش عليكم، بس ده ملخص الدنيا. يبقى السؤال اللي هو عن ابدا منين، سواء قلت لكم ملخص ده او ملخص ده، وابدا تاني ازاي وكده. طيب الطريق التالت اللي هو والله بيقول لك بقى خد كورس، يعني تمام الكورسات، في ناس كتير جدا بتدي كورسات، والله بتشرح الايه الكورسات، والله بتلم لك الدنيا، بتديك ورق ملخص شويه، بتحل فيه اسئله كورسات. ممكن انا مثلا اعمل كورس اسئله
في ناس تانية افضل مني يعني قصدي في كورسات لا بيلملك الدنيا. لو انت بقى بعيد عن الفيلد خالص خلاص، فانت ممكن تجيب واحد يسلك لك الدنيا شويه، بيشرح لك الكلام ده وبيديك الورق بتاعه خلاص تمام. يعني ده ايه البصمه تمام. يبقى انت اما تستعمل لو تبتدي في حل اسئله تمام، او الكتاب او الكورس زي ما قلت لحضرتك تمام. يعني ده بالنسبه للدكتوره اللي هي مهتاب عشان نخلص. طبعا هو حضرتك من السودان، يا رب ان شاء الله ترجعوا سالمين ان شاء الله بلادكم ان شاء الله ويفرج الكرب. هو بقى لها فتره ما ذاكرتش، طبعا هو بدايه من الاول صعب انا عارف، ولكن يا دكتوره انا يعني انا رأي نصيحتي ان انت تستغل الوقت اللي انت حضرتك في مصر، تبتدي ذاكري واستعيني بالله وابداي تاني. زي ما حضرتك تبتدي ازاي، اللي انت واحده واحده تمسكي البرانش اللي انت بتحبيه. يعني مثلا شايفه مثلا الهيماتولوجي بسيط ابتدي بيه تمام، فاك شايفه النفرولوجي بسيط ابتدي بيه. شوف ابتدي بالبرانش البسيط اللي انت حضرتك شايفه ان هو بسيط قوي معاك ابتدي فيه. سواء اما تبتدي برضو كده تجيبي كتاب المغربي هتلاقيه على التليجرام، او تشتريه من القصر العيني او اي مكتبه طبيه، او تبتدي حل اسئله حتى ريفرشمنت كده، حلي افتحي مثلا بصمه سناز ليما على التليجرام وابتدي حلي اسئله النفرولوجي، افتكري اعملي ريفرشمنت النفرولوجي، اعملي ريفرشمنت. شوفي اهم او اسهل برانش حضرتك بتحبيه، كل واحد اكيد في برانش كده يعني بيبقى سهل، الهيماتولوجي النفرولوجي الاندوكراين الكلام ده، ابتدي نزلي وابتدي حلي. انا عارف بدايه الموضوع في الاول بتبقى صعب شويه، ولكن مع الوقت هتلاقي نفسك ما شاء الله انترستد و انترستد وبتحب تذاكر ان شاء الله تمام. ولو حضرتك بس خدي ان شاء الله رقمي، ان هو رقم احطه ان شاء الله هحطه لكم، وموجود على التليجرام بحيث تتواصل معايا لو في اي حاجه فيها مشكله شرح تحت امركم، لو في حاجه كورسات بتاع تحت امرك في اي وقت ان شاء الله، او اوصلك لحد يعني في كورس او حاجه تحت امرك ان شاء الله. لكن ابتدي حل الاسئله ماشي. عاوزه تقري ابتدي جيبي كتاب واقري تمام. يعني قصدي استغلي فتره ان انت موجوده في مصر بعيده عن اهلك او بعيده عن بلدك، استغلي الوقت ده بحيث لما ربنا ييسر ان شاء الله الامور عندكم، ربنا يفرج الكرب على الجميع وترجعوا بلدكم ان شاء الله، يبقى انت حتى تدخلي امتحان جزء بارت 1 بارت 2 حتى على الاقل في مصر، وبعد كده البيسز ربنا ييسر في اي مكان تاني. مصر ان شاء الله حضرتك هتدخلي في مصر تمام، بتدخلي على وده كان سؤال لسه جاي لي على الايميل قريب من احد الزملاء، والله واحد عاوز يدخل امتحان في مصر بيعمل ايه؟ طيب بس مبدئيا احنا كده اتكلمنا عن طرق المذاكره سواء بارت 1 ويك، نفس القصه بارت 2. بارت 2 برضه يا شباب عشان برضه حل سؤال الدكتوره مروه، يبقى احنا خلصنا بارت 1 بارت 2. يا دكتوره مروه مصادر الاسئله نفس نفس مصادر المذاكره نفس الكلام، ولكن نصيحتي يا جماعه، نصيحتي دي نصيحتي يعني اخ ليكم، خلي بالكم بارت 2 اصعب من بارت 1، بارت 2 اتقل من بارت 1. ليه؟ بارت 1 كان ساعات بيجيب لك سؤال بسيط شويه مثلا 3 4 سطور بيديك الاسئله، يعني في بيزك ساينس، في كلام فارما، في كلام اناتومي بتاع كلام ماشي، يعني ممكن بيعدي شويه، ممكن الحاله تبقى سطرين ثلاثه وخلاص. لكن بارت 2 بقى بيتعامل معاك على مستوى اعلى شويه، بيجيب لك حالات طويله تمام، حاله مثلا ممكن مثلا 5 6 سطور، ويجيب لك بقى انفستيجيشن، ويجيب لك ساعات بيجيب لك ام ار اي، يجيب لك مثلا مثلا صوره منظار، صوره اي سي جي، صوره كذا 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 تمام، ويقول لك الحاله. فطبعا انت لازم تعود عينيك انت تحل السؤال بسرعه، وازاي تفكر وتلم تكون ملم الدنيا، وازاي تشخص، وازاي تعمل انفستيجيشن والتريتمنت كام كله. فمستوى بارت 2 اعلى من بارت 1، فهل ينفع على طول برضو بارت 2 ان انا برضو احل اسئله على طول؟ نفس الكلام نفس الكلام. انا نصيحتي بارت 2 لازم تقرا، ولازم تقرا باستفاضه، لان الاسئله برضو يا جماعه مش سوبرفيشال خالص، الاسئله بارت 2 لا ديب تمام، ولازم اكون حضرتك مذاكر كويس جدا. ناس كتير جدا بتقع في بارت 2 لان برضو اعتمدت على حل الاسئله يا شباب. لا حاول تقرا كتير، وفي تحاول تحل اي سي جي، تحاول تشوف صور كتير قوي تمام، يعني اي موضوع تشوفه بص على الصور تمام، بص على صور جلديه، بص على صور مثلا اشعاعات اكس راي، بص على اشعاعات سي تي ام ار اي وكذا تمام، لان بارت 2 تقيل شويه. فانا انصحك يا دكتور مروه والله نصيحتي، لو انت عندك وقت لازم تقري اقري، هتقري مثلا من كتب تكست بوك ماشي، تقري من دافيدسون، تقري من كومار، عاوز تقري من نوتس اند نوتس، عاوز تقري من المغربي، مفيش مشكله تمام اقري. بس انا اعتقد ان بارت 2 لازم تقرا يا جماعه. عاوز تقتصر على اسئله بس خلاص، ولكن انا نصيحتي برضو على اسئله برضو فيها ريسك شويه، لان الاسئله بصراحه نعم انا شايف ان بصراحه انا مدي كورس اسئله بارت 2، ولكن مستوى الاسئله كباص ميدسن، باص ميدسن احسن من بارت 2 في بارت 2 عن باص تيست. بس تيست في بارت 1 كويس جدا، انا شايف بس تيست ضعيف جدا في بارت 2 مش عارف ليه، بس ميدس احسن منه. انا شايف مستوى الاسئله في بارت 2 مش هو ده نفس الليفل بتاع مستوى بتاع الامتحان، ده رايي انا شايف الاسئله حتى بس انا حل كله بس ميدس بس تيست وانا مش عارف الاسئله ايه، ولكن مستواها مش نفس اسئله الامتحان والله اعلم، ده رايي. فلازم يا دكتوره مروه نصيحه تقري وتشوف حتى على الاقل المواضيع الكبيره تلاقي حل عليها كويس وتقري كتير، وباذن الله رب العالمين مره في مره برضه هتكتسب مهاره ان انت خلاص بقى تعتادي على حل اسئله طويله في وقت قصير وتدربي نفسك كتير. فنصيحتي ان انت برضه تقري
النوتس او حتى كتب كبيره زي القمار زي الدافيدسون موجوده ده كله على التليجرام او حاجه بتنزليه وتبص فيه وتبص وتقري. وبرضه زي ما قلت الدكتوره مروه لخص لخص حاولوا يا جماعه تلخصوا. وانا دايما من الناس اللي قدامي بحب اكتب سواء بقى ممكن تكتب على التاب ولا حاجه بكتب على نفسي انا عامل ورق واكتب يعني هتلاقي ممكن لو اديلكوا الصوره هنا عندي بكتب كل حاجه لازم اكتب يعني انا الناس اللي قدامي بحب اكتب قوي. فهو الكتابه دي سبحان الله فعلا الفيجوال ميموري دي بتثبت قوي يا شباب يعني تفتكروا. وزي ما قلت لحضرتك لازم اي دكتور بطنجي يعني مثلا بطنجي سواء تدخل مثلا بروميتريك سواء تدخل دكتوراه ماجستير زمالك لازم يبقى عندك سورس تذاكر منه صدقني لان البطنه كبيره جدا جدا صعب قوي تلم القصه دي في اسبوع او اسبوعين لازم تكون عندك سورس كويس سواء بارت 1 بارت 2 تمام يا دكتوره. هو ما فيش فرق كبير جدا بارت 1 بارت 2 في الامتحان اللي انت بس بارت 2 فيها اي سي جي وفيها اشعاعات وكلام وصور وكلام بس تمام. طيب يبقى احنا كده تقريبا جاوبنا عن سؤال دكتور محمد من أميات شبين ودكتورة مروة تمام ودكتورة مهتاب أعتقد كده الثلاثة ما فيش مشكلة. طيب دكتور نشوف دكتور عبد الله بيقول والله عاوز أعرف الفرق ما بين الزمالة البريطانية والزمالة الأيرلندية. طيب هما التلاتة هما الاثنين أنا كنت عامل أنصحك بيها دكتور عبد الله في لقاء جميل جدا مع أحد الأطباء برضه شغال في المدينة سبحان الله شغال في المدينة برضه هو كان عم كان خلص البريطاني كان خلص الزمالة الأيرلندية وكنت نزلت إعلان كده اي حد خالص زمان البريطانيه يا ريت نعمل معاه لقاء وكده تمام. فالدكتور مشكورا عمل يعني لقاء بصراحه ممتع والناس استفاد منه جدا فتلاقيه على اليوتيوب عندي قناه كده ازاي تفرق ما بين الزماله البريطانيه والانديه كان لقاء جميل جدا وقال كل حاجه عن الزماله الانديه تمام. فانصحك باللقاء ده لكن باختصار ان الاثنين ثلاث اجزاء بارت 1 بتاع الايرلنديه فيه صور وفيه اس جي دي مش موجوده عندنا في البريطانيه. طيب مين الاصعب شويه؟ الاصعب شويه بصراحه الايرلنديه يعني لان بارت 1 بتاع الايرلنديه تقيل شويه عن بارت 1. طب مصادر المذاكره في اثنين واحد هتذاكر برضه باس ميديسن وباس تيست والاكزامينشن بس ضيف ليها الصور وضيف ليها الاشعه خلاص. طيب يبقى الثلاثه مفيش مشكله. نظام الامتحان دلوقتي حتى الكلينيكال بقى تقريبا متشابه لان غالبا برضه الكوميونيكيشن دلوقتي بقى حالتين برضو والهيستو تايم بقى حالتين تقريبا نفس الكلام في البيسز يعني هتلاقي فروقات بسيطه قوي لكن هو غالبا في الاغلب بقت متشابهين جدا هي بس الفرق الوحيد ان بارت 1 بتاع الايرلندي يعني بارت 1 بتاع الايرلندي بيبقى فيها صور و اي سي جي. طيب الاماكن الامتحان اماكن الامتحان والله بص هو دلوقتي ايه اصبح الناس دلوقتي معظم الناس تتجه للايرلندي زي ما قلت لحضرتك ان بعد لما موضوع كورونا وموضوع ناس كتير سنترات كتير اتلغت وسنترات كتير بقاش تاخد حالات كتير قوي فاصبح في تراكم كبير جدا جدا على الناس المقدمه على البيسز فاصبح الناس تستنى كتير او ممكن تقعد سنه او سنتين تستنى البيسز وما تلاقيش اماكن ودي مشكله لغايه دلوقتي موجوده. فمعظم الناس دلوقتي بتفكر في الايرلندي ليه؟ عشان انت بتقدم على طول ممكن تخلص الايرلندي بسرعه تمام. وفي ميزه لو انت شغال في السعوديه ان الامتحان الايرلندي موجود في السعوديه تمام دي ميزه كبيره تمام. ففي دول معينه كده بتبقى فيها ايرلندي مش كل الدول فيها ايرلندي والبيسز مش موجود في السعوديه يعني انت لو انت عاوز تدخل امتحان بيسز للاسف مش موجود برضه في السعوديه انت كده كده وانت شغال في السعوديه هتسافر بره تمتحن البيت. لو انت شغال في السعوديه الايرلندي عندك في السعوديه فدي ميزه للشباب اللي شغالين في السعوديه اللي انت والله عندك زماله ايرلندي بتمتحن في السعوديه ودي حاجه جميله جدا مش موجوده في البيس تمام. يعني هو ده يعني فرق بسيط جدا ما بين البريطاني والايرلندي لكن هو الامتحان تقريبا واحد تقريبا البريطانيه بس الجزء الاول بيبقى 200 سؤال والجزء الثاني 200 سؤال تقريبا ده 100 سؤال و100 سؤال بس حاجات يعني مش فيتال ولكن نفس الكلام ونفس القصه وكل حاجه. طريقه التصحيح هي تقريبا واحده هي بس حضرتك يا ريت تسمع اللقاء اللي بقول لك عليه على التليجرام على اليوتيوب هتلاقي ان شاء الله باستفاضه الدكتور جزاه الله خير متكلم براحته قوي عن القصه وشارح الموضوع باستفاضه ان شاء الله لكن ده تعريف مختصر دكتور سؤال دكتور عبد الله. طيب دكتور احمد الزهراني بيقول هو واخد تقريبا البورد السعودي في البطنه وعاوز يقدم على الاختبار بالنسبه للزماله. هو طبعا التقديم الامتحان يا شباب لا يحتاج شيء الا حضرتك بتدخل على الموقع اللي هو اسمه ام ار سي بي يو كي وبتعمل حساب بتكتب اسمك اللي هو موجود في الباسبور وعنوانك ومش عارف تليفونك وبتاع وايميلك وبتاع واهم حاجه الشهاده بترفعها هي شهاده شباب ايه شهاده ال شهاده ايه شهاده البكالوريوس اللي هي بتاعت حاله التخرج يعني بتبقى مترجمه مترجمه ايه مترجمه انجلش تمام بس دي اهم حاجه تبقى مترجمه انجلش من الكليه بتبقى مترجمه انجلش مش اكتر من كده مش عاوزين امتياز مش عاوزين ماجستير مش عاوزين دكتوراه حاجه بس شهاده ايه التخرج بتاعك. فخلاص بيرد عليك يقول لك ورقك سليم وخلاص وبعد كده بينزل المواعيد الامتحان خلال 24 كل امتحان مثلا 24 او امتحان 25 كله بيقول لك والله انت مثلا امتحن مثلا بقى في
في ماليزيا، في مصر، في السودان، في واحد اثنين ثلاثه، كل بلد بيبقى ليها معيد. في دايت بيبقى ممكن في دول بتفتح 3 مرات في السنه، وفي دول بتفتح مرتين، وفي بتفتح دول على حسب بقى انت بتمتحن فين. انا والله عايز امتحن مثلا في مثلا عجمان، عايز امتحن مثلا في دبي، او امتحن في الشارقه، الكويت، مش عارف ايه. بيقول لك والله الكويت هتفتح مثلا امتحان مثلا في شهر 10، الامتحان يوم مثلا 1/10، يبقى انت قبلها بيقول لك تقريبا هيفتح في حاجه اسمها الاوبن ديت والكلوز ديت. الاوبن ديت مثلا قبلها تقريبا بشهرين، شهر 8 بيفتحوا الاوبننج ديت مثلا اسبوع ولا حاجه، بيشوفوا لقيت وبيقفلوا امتى، بيقفلوا في كذا، خلال الاسبوع ده بتدفع الفلوس. والله هتكمل خلاص، لو انت دفعت فلوس وعاوز تسترجع بيديك فتره سماح، ممكن تسحب الفلوس تاني، تمام؟ بس فهو بيديك فتره سماح تفكر خلاص انا هدخل امتحان، خلاص بيقول لك عليه والله يرد عليك، خلاص انت عندك امتحان في الكويت يوم 10/10 في الحته الفلانيه يوم كذا، وخلاص خلاص، وبيجيب لك رقمك، وبتبقى تروح بالباسبور بتاعك، بتدخل الامور كويسه جدا. ده التقديم على الامتحان، مش اكتر من كده، مش محتاج حاجه تاني خالص. بارت 1 وبارت 2 موجود في معظم الدول، يعني تلاقيه مثلا في السعوديه، لان انا يعني اشتغلت فتره في السعوديه، امتحنت في السعوديه، والناس اكيد كل الناس امتحنت زماله بريطانيه والايرلنديه موجوده في السعوديه، فاعتقد السعوديه الناس كويسه جدا. في دول اعتقد مصر والكويت والاردن والكلام ده كله، كله فيها امتحان، فيها امتحان البارت 1 بارت 2 اللي هو الريتن، اللي هو بيبقى امتحان بيبر، يعني بيجيب لك ورقه وبتختار الاختيارات، تمام؟ بس يعني اعتقد التقديم امتحان ما فيش مشكله. الدكتور احمد لازم تدخل بارت 1 الاول، بارت 2 ممكن تمتحن البيسز قبل بارت 2، يعني دي فيها اوبشن كده ممكن تمتحن البيس قبل بارت 2، لكن انا انصحك ان بارت 1 قريب جدا من بارت 2، فالمذاكره واحده، اما البيسز طريقه الامتحان بتاعته مختلفه، فانت غالبا هتحتاج البيس بعد كده. فامتحن بارت 1 ثم بارت 2، بارت 2 ثم بيسز. البارت 1 نظري وبارت 2 نظري، والجزء الثالث عملي، ولكن ممكن تمتحن البيسز قبل البارت 2، يعني في احد الزملاء امتحن البيسز قبل البارت 2، ولكن يعني ما فيش اوبشن قوي اللي انت تتقدم بس، فانت لازم تمتحن بارت 1 الاول، لازم تمتحن بارت 1 الاول، تمام؟ لو انت معاك الزماله البريطاني وعاوز تدخل الالماني، ممكن لو انت معاك الزماله البريطاني ممكن تدخل على بارت 2 على طول، يعني انت مخلص مثلا بارت، لو انت مثلا مخلص الزماله البريطاني وعاوز تدخل الالماني بتدخل على بارت 2 على طول، ما بتمتحنش بارت 1، تمام؟ دي بس الاوبشن الموجود يعني. طيب يا رب تكون كده الامور واضحه. في بس دكتوره سؤال، دكتوره هبه، دكتوره هبه بتقول والله انا في سنه 6 و في مصر تقريبا، وبتقول الفرق ما بين ام ار سي بي وام ار سي اس والبلاب والبورد الزمالات، وهو عاوز تقول يعني اروح فين، يعني اختار ايه بالظبط، هل اختار الزماله المصريه، هل اروح البورد العربي، هل اروح الام ار سي بي، الار سي اس، البلاب. وطبعا برضو واحد سؤال دكتور مصطفى برضو في سنه 5 وبيقول والله امتى ابدا، وابدا بلاب. طب انا نصيحتي الدكاتره اللي هم في سنه 5 وسنه 6، لان انا نصيحتي هنا ركز قوي في المذاكره الاول في سنه 5 و6، وبعد كده انت عندك دلوقتي في مصر في نظام سنتين امتياز، اعتقد سنتين امتياز دول بيبقى هوا يعني، انا عارف طبعا امتياز في مصر للاسف يعني احنا على ايامنا يعني، واحد يعني كان زميلي ابو واحد لسه في امتياز، فبيقول والله احنا ده التعريف بتاعنا يعني، وايت كودد اورجانيزم موف ان ذا هوسبيتال، اللي هو وايت كودد اورجانيزم، اكيد الناس الزمالات هم القدام يعني، الناس يعني اللي اشتغلوا زمان في الامتياز زمان كان التعريف ده موجود، ما اعرفش حاليا دلوقتي ولا، هو الوايت كودد اورجانيزم موف ان هوسبيتال، يعني ناس بتبقى لابسه بس بلاطه بيضاء بتلف في المستشفى، دي بتعمل ايه؟ والله روح جيب لي كيس دم، روح ودي لي عين التحليل، روح احجز لي ميعاد في الحته الفلانيه، يعني نفسنا اللي حصل معايا يعني، انا اشتغلت في القصر العيني يعتبر من اقوى المستشفيات للاسف يعني. لكن بصراحه عشان برضه اكون صريح معاك، هو ده الديوتي بتاعتك كده، بتبقى انت معلش روح احجز لي عيان ده هيعمل اشعه بكره، روح خده واعمل احجز لي في الحته الفلانيه، معلش روح جيب لي كيس دم لكذا، ده يعني حاجه اي كلام يعني. لكن انت بتتضايق بصراحه، انت بعد بقى ب6 سنين بقى عاوز تتعلم وبتاع، وتدي بقى ابر وكانيولات، ما بتعلمش حاجه، مش حد بيعلمني حاجه خالص. لكن انا نفسي انا كنت انترست جدا بالبطنه، فكنت بعمل ايه؟ لو انا في مثلا بلانشات، انا بصراحه مش مستصيغ عظام مثلا، مش عاوز عظام مثلا، جراحات وبتاع، فيعني لو انت تعرف تظبط امورك، انا كنت بقعد في المستشفى استقبال البطنه بتاع القصر العيني، دي مدرسه يعني، لو انت عاوز بطنه انصح بيها الدكتوره هبه او الدكتور مصطفى، لو انت عاوز البطنه روح اقعد في استقبال البطنه بتاع القصر العيني، او اي حد في عين شمس، او اي حد يعني في اي كليه تعليمي او حاجه، روح. فكنت بروح بقى اسهر واتعلم في القصر العيني، او حتى جاست انت يعني ايه تبص على الحالات، تعرف الحالات، وتعرفت على ناس كتير جدا في نواب محترمين، طبعا اكيد في كل مكان في نواب محترمين جدا جدا، بيحب يعلموك وتسالوا، يقول لك اعمل كذا، طب ادي كذا، طبعا انت عارف ضغط القصر العيني موت، المستشفى هناك موت، فانت غصب عنك انت هتشتغل وعاوز تتعلم هتتعلم يعني، ركب قسطره، ركب مش عارف كانيولا، ركب، لان طبعا التيم هناك اكسهوزت، العدد كبير جدا، فانت اصلا مفيش مكان تقف فيه اصلا، العين اصلا مفيش مكان تقف، الناس اصلا يعني بتمسك المحلول من كتر ضغط البيشنت، فانت كده كده هتشتغل، يقول لك طب معلش يا دكتور، ما انت تعرفت على النواب هناك، وتعالى معلش طب حط لي كذا، علق لي كذا، ادي كذا،
وكنت بطلع فوق الجناح. طب بعد كده ما اتعرفت بقى النواب بتاع ممكن اطلع الجناح فوق وبتاع، يعني فتره من فترات يعني. فانت بصراحه لو انت استغل الامتياز دي حلو قوي، لو انت تشوف حالات وتذاكر. فنصيحه الدكتور مصطفى والدكتور هبه، لا ذاكروا وركزوا قوي في سنه خمسه وسته كويس قوي، عشان مجموع بيفرق، ممكن تروح حته كويسه. وبعد كده لو انت عاوز بطنات في امتياز، اقعد في حته فيها استقبال كويس تمام واتعلم. او انت عاوز مثلا بطنه، عاوز نفرولوجي، عاوز كارديو، عاوز تروح الحته اللي انت عاوزها وان شاء الله. بص يا جماعه، دايما يعني الخير لا يعلم في امه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الخير موجود، فهو اكيد هتلاقي ناس كويسه يعني، في نواب كويسين جدا، في طبعا ناس يعني مرضى نفسيين كده ما بيحبش يعلموا بتاعه يعني بيحب يعقدك، لكن هتلاقي ناس كويسين، في ناس كويسين جدا جدا والله. يعني انت دكتور معلش ممكن تعلمني كذا، ممكن اتعلم منك كذا، ممكن لازمك، في ناس ولاد حلال كويس جدا، اكيد هتلاقي ناس بيحب يعلمه ويحب يديك المعلومه ويحب يساعدك، فهتلاقي ناس ان شاء الله. فنصيحتي للدكتور هيبقى دكتور مصطفى، لا ركزوا جدا في الدراسه دلوقتي، وبعد كده الدكتور مصطفى بعد ما تخلص على طول ابدا على طول في المذاكره ان شاء الله لو انت عاوز بطنه. طريق الام ار سي بي، طبعا الام ار سي اس دي مش تبعنا، الام ار سي اس طبعا دي جراحه، انا عاوز جراحه، الام ار سي اس ده سيرجن، ده مش تبعنا خالص. الام ار سي بي او بلاد، بص يا جماعه الام ار سي بي بطنه، لو انت عاوز بطنه هتسافر على بطنه وتبقى دكتور بطنه، هيدخل في الكريكولم بتاع البطنه. اما البلاد ده لا، ده طريق سريع شويه، ان انت بتدرس يعني حاجات مش بطنه بقى، بتدرس امور عامه. انا ما اعرفش الديتيلز ايه في البلاد صح، بس برضو الحمد لله برضو كنت عامل لقاء برضو على اليوتيوب مع الدكتور تقريبا ابراهيم صلاح او ابراهيم صالح، كنت عامل معاه لقاء كان بالتفصيل على البلاد. فبرضو يا ريت دكتور مصطفى او دكتور هبه تدخلوا على اليوتيوب، عندي على قناه اليوتيوب اللي هي ام ار سي بي رود، ام ار سي بي رود، هتلاقي لقاء على البلاب، دكتور بيتكلم عن كل حاجه طرق بلاب وطريق سريع شويه للسفر اليوكي. هو يعني هو انت لو عاوز تسافر اليوكي بسرعه هو البلاب، بس مش هشتغل بطنه بقى، تدخل يعني طريق بسوي تاني كده، هتبقى هتعرف عنه بالتفصيل بقى لو انا سمعت اللقاء بتاع البلاب، او برضو اتكلمت مع الدكاتره اللي شغالين في اليوكي، لا طريق بلاب مختلف خالص. اما الام ار سي بي لا، انت بتشتغل بطنه، وحتى لما انت بتسافر اليوكي وانت معاك الام ار سي بيختلف مع بيت الخلق، بيبقى مستوى اعلى، وانت مش هتعرف تدخل سنه رابعه في البطنات او في الكريوكان بتاعك الا لما يكون معاك الام ار سي. وطبعا برضو الكلام ده كله انا كنت عامل لقاءات مع زملاء كتير شغالين في اليو كي، وهتلاقي الكلام ده ان شاء الله برضو عده لقاءات موجوده على اليوتيوب ان شاء الله لعلها نافعه للجميع، خشوا واسمعوها، هتلاقي كل الديتيلز عن طريق البصويه عن اليو كي بالتفصيل ان شاء الله في على قناه اليوتيوب. بالنسبه للزماله برضو، بص والله دكتوره هبه، لو انت حضرتك تشتغلي في مصر وناوي تقعد في مصر، انا شايف الزماله المصريه كويسه جدا. ليه؟ لانها بتلف على مستشفيات كتير، مستشفى تعليمي ونظام كلينيكال كويس، هتشوف حالات كويسه وفيها امتحانات وبتاع وتعليمي يعني. برضه وانت برضه نفسك لو انت عاوز تعليمي، اكيد اكيد هتلاقي ولاد حلال كتير جدا هيعلموك، كاستشاري او اخصائي او نواب هيعلموك كويس جدا. بتلفي على كذا مستشفى وبتشوفي وبتركزي في التخصص بتاعك، يعني تقريبا لو انت مثلا هتاخدي بنكشات البطنه تقريبا بتشتغلي بطنه 3 سنين وبتشتغلي سنتين بيور السبيشال بتاعك، فاعتقد برضه حاجه كويسه جدا. وممكن بعد كده لو انت عاوز تسافري مثلا السعوديه، بتسافري على بياخدوا الزماله المصريه، او بتسافر مثلا اي دول ثانيه بيعترفوا بالزماله المصريه. فانا رايي اللي هو لا يعني لو انت في مصر هتقعدي في مصر، لا خدي الزماله المصريه، خدي الزماله المصريه، اتعلمي كلينيكال كويس قوي، هتنفعك جدا جدا لما تسافر بره او حاجه بعد كده في الخليج او حتى دوله عربيه كويسه جدا. اما لو انت مش ناوي تقعدي في مصر، لا يبقى ذاكري بقى الايه، عاوز تسافري على طول ذاكري الام ار سي بي او ذاكري البلاب. زي ما قلت لك البلاب ده طريق تاني عكس البطنه البيور، بطنه الام ار سي بي بطنه، لكن الام ار سي بي اما البلاب حاجه عامه شويه. فبالتفصيل بقى البلاب والكلام ده كله مش عاوز بس اضيع وقتكم تاني، هتلاقوه في التفصيل، هتلاقوه في ان شاء الله في اللقاءات اللي بتوك عليها على اليوتيوب. طيب يا رب اكون سولت عليكم وصدعتكم، يا رب تكونوا استفدتوا من الاسئله، وبرضه لو في حد عنده اي استفسار تاني انا معاكم ان شاء الله. طيب خلينا نتكلم، نشوف حد بعت حاجه تاني، طيب نشوف كده في اي اسئله جديده، ما شاء الله اسئله كتير خالص ما شاء الله، والله سبحان الله الحمد لله الاسئله الناس متفاعله كويس قوي. طيب دكتورة مين سألتني؟ دكتور طيب دكتور أحمد الزاني خلاص تمام. You can sit for second waiting part then clinical you would examine first waiting part. طيب ايه تاني؟ هنمتحن الايلتس ينفعني في المرسي بي؟ دكتور الايلتس، دكتورة مهتمة بالايلتس، ده ضروري جدا. ليه؟ الايلتس ده امتحان لغة انجليزي انجلش، الدكتور الانجليش يعني ايه هيبتعد فيه لما تاخد اسمها جي ام سي ريجستريشن. ايه جي ام سي؟ برضه الناس اللي بتسمع اول مره، انت حضرتك مش تنفع تشتغل في اليو كي الا لما يكون معاك ترخيص مزاوله المهنه. انت مثلا تشتغل في اي دوله عربيه، تشتغل في الكويت او السعوديه، لازم يكون ترخيص مع مزاوله المهنه. فانت دلوقتي لو انت معاك الام ار سي بس لازم امتحان لغه، سواء ايلتس او سواء اللي هو الاو اي تي تمام.
فانت لازم تاخد او اي تي او ايلتس، لازم تحل لغه. الايلتس اللي هو بالذات الاو اي تي لازم تجيب بي، يعني مش ينفعش كتير، لازم تجيب بي، مش لازم ايه ولازم تجيب بي. ونفس تقريبا الايلاند اللي هو الايلتس تقريبا بتبقى فوق سبعه، تقريبا سبعه ونص. فلازم عشان تشتغل في اليوكي لازم معاك الامتحانين، لان الامتحان امتحان. لكن لو انت معاك الام ار سي بس ممكن تشتغل في ايرلندا، مش لازم اللغه، مش شرط اللغه في الريجستريشن تعمل، عشان تعمل اللي هو تصريح مزاوله المهنه يعني. فمزاوله المهنه ينفعك في اليوكي طبعا كجي ام سي ريجستريشن. فانت جي ام سي ريجستريشن مش هتعرف تشتغل في اليوكي الا لما يكون معاك اما زماله او بلاد مع لغه. بس للاسف مده الامتحان بيبقى سنتين بس، فانت لازم تكون اصلا يعني ما ينفعش تاخد الايلتس بدري وتقعد اكتر مثلا 3 4 سنين تعمل امتحان ام ار سي بي وما خلصتيش، فمش هينفعك، لازم يكون سنتين. تمام. طيب دكتور، طبعا اتكلم طبعا اتكرم طبعا دكتور محب مكه. حاضر، ثواني يا دكتور محب مكه، ثواني اتفضل يا دكتور محب مكه. طيب اتفضل، انا فتحت المايك لحضرتك، ممكن تفتح. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا الله يجزيك خير يا دكتور، يا رب ربنا حبيبي، يرزقك سنتك يا رب إن شاء الله. الله يبارك فيك، الله طيب يبارك، الله يبارك فيك، تفضل حبيبي. بقول لحضراتكم سؤالين كده سرعة، يعني بالنسبة لأحد الزملاء برضه كان بيتناقش معايا في موضوع إن هو كان معاه تخصص جراحي معين، فلما راح الخليج اشتغل بقى إمرجنسي وكده فسنوات طويلة طبعا هو لسه شغال فيه، فسايب تخصصه الجراحي يعني شغل إمرجنسي، حطوه في امرجنسي مستشفى طرفي وخلاص يعني، فما عادش بيشتغل. فهو دلوقتي على مشارف ال 50 تقريبا، فهل ممكن حضرتك تنصحه انه يخش ام ار سي بي؟ والسؤال الثاني برضه يعني مرتبط بالسؤال الاولاني، هل في حاجه ثانيه مثلا رويال كوليدج تكون مثلا حلوه وبسيطه كده غير الامرجنسي ام ار كيم؟ يعني السؤال الاولاني هل تنصح ان هو يخش ام ار سي بي وعلى شرف ال 50 وخلاص تخصص جراحي يكون بالنسبه له صعب ان هو يرجع تاني للليفل بتاعه ويخش بقى في الريسك وكده، تمام. وهو لسه موجود برضه في الخليج. تمام. الشيء الثاني، هل في حاجه مثلا غير ام ار سي بي شكلها كده طويله كده وعايزه تركيز وعايزه مجهود جبار يعني، طيب وهل انت في حاجه اول اسمع، ثانيه مثلا ممكن تكون رويال كوليدج صغيره كده مثلا تكون هو سهله يعني في اصغر من فاميلي البسط ميديسن، شويه؟ فاهمني ميديسن، وعلى فكره شغالين كويس جدا جدا. لو هو لو هو طب هو سؤال، اسمع عليك يا دكتور بس معلش استاذ، حضرتك اسمع عليك ايه؟ أنا معك أخيك أحمد عوفي. دكتور احمد، ربنا يبارك فيك يا دكتور احمد. بص يا حبيبنا، دلوقتي هو السؤال، هو دلوقتي الدكتور هيحول الكارير بتاعته من جراحه، عاوز يحول باطنه ام ار سي بي، ولا هو هو زي ما هو شغال سايب جراحة زي ما قلت لحضرتك، سايب جراحة ساب من الجراحه زمان، خالص؟ طيب شغال سايب ايمرجنسي. من زمان خالص، شغال دلوقتي كان شغال ايمرجنسي. إمرجنسي في مكان ما خلاص، وقاعد في الإمرجنسي وشغال فيها خلاص يعني. طيب هو خلاص. عاوز يحضر ام ار سي بي عشان يسافر يوكي يعني، ولا يسافر بره، ولا عاوز يعمل ايه؟ لا والله عايز يحضرها مثلا ممكن يعني يشتغل بيها لو ساب مثلا الخليج يعرف بالظبط عيادة طبعا. مثلا في بلده حاجة زي كده يعني، واعتقد وطبعا فتره ال بالنسبة ال ال للجراحة صعب انه يرجع لها تاني. بالظبط. تمام طبعا تمام فقد السنس بتاع الجراحه. هو ميزه البطنه اللي انت فاهم ذاكر، ممكن تذاكر اي مكان وممكن تقوي نفسك وبتاع. واعتقد برضو فتره الاميرشنس اللي هو اشتغلها برضو معظم حالات بطنه يعني، بيشوف حالات بطنه كتير اكيد يعني. كتير. ايوه، ودي ميزة، ميزة ان هو صح بقى اورينتد صح شوية في البطن عشان كده كان بالظبط بيسألني. بالظبط. انت طبعا يعني، هو في اولا دكتور ما فيش ليميتيشن للسن يعني، معايا ناس كتير فوق ال 50 ما شاء الله بيذاكروا معايا وبيتواصلوا معايا، لا يعني ما فيش مشكله بالسن. ما دام هو مدام ايده في الشغل، ما دام في الامرجنسي ايده في الشغل، لا اعتقد ممكن يرجع بسهوله يا دكتور. طبعا هي تقيله طبعا يعني، هي تقيله على اي حد، السن مش سبب، لكن هي عاوزه مذاكره، وهو السن مش عائق خالص. لو هو عنده قدره، عنده قابليه، عاوز يذاكر وعاوز، لا هتلاقي يا دكتور، لا ممكن يرجع تاني عادي يا دكتور احمد ويرجع عنده قابليه متحمس جدا يعني، طبعا طبعا. وبالذات وحتى ان لو هو قرب ربنا من بطنات بالظبط لانه معظم كويس شغله جدا بالظبط دلوقتي في بطنات بالظبط اكثر. تمام. بالظبط. حتى هتفرق معاك جدا لو هو ربنا قدر مثلا نزل مصر بعد كده وعايز يفتح عياده، يفتح حتى بره الزماله البريطانيه، تفرق معاه حتى في العياده يعني، فاهم قصدي؟ لو هو استقر في مصر وعنده خلفيه كويسه كبطنات، ممكن يقدم حتى لو اي مستشفى بطنه. لا خلاص، ما دام هو مش عاوز يرجع جراحات تاني، عاوز يشتغل بطنه، يفتح عياده، يشتغل حاجه بطنه، لا يبقى عنده زماله بريطانيه، يستغل الوقت اللي هو عنده قابليه يذاكر وبيشوف حالات فعلا في الامرجنسي، خلاص لا يعني يتوكل على الله. انا شايف ما فيش مشكله، السن ده مش عائق خالص، ممكن ناس كتير جدا تمام. ابتدت من طب 50 في وخلصت حاجه على طول. ثانيه غير الفاميلي ميديسن؟ بتاعت فاميلي ميديسن برضه في تحس انها الفاميلي جي ميديسن، بي بس ايه؟ هو جي بي، هو جي بي، هو هي ليها اهميه بره بصراحه يعني، في اليوكي بيحترموها جدا يعني، فاهم؟ لا لازم انا تشوف حد بتكلم مثلا يعدي على على حاجه مثلا كعياده في مصر مثلا وكده، لا ما لا في الوحيده حاجه في مصر ثانيه؟ انا شايف الام ار سي بي كويسه جدا.
الام ار سي بي كويسه تمام جدا تمام كعياده الله في مصر، يجزيك، او لو هو الله عاوز يجزيك مثلا خير. سب لو عاوز سب سبيشالتي بس برضه لا، يعني انا شايف اللي هو ياخد بطن عامه وايده في الشغل كان بطن عامه، بحيث لو ممكن ربنا يستر وينزل مصر يفتح عياده ويكتب عليها مثلا عماله بريطانيه بقى، حاجه محترمه بصراحه، وايده كمان اشتغل كويس جدا ان يعني. شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هو ده ربنا تحت الاتجاه امرك بتاعه، يعني. هو ده الاتجاه بتاعه خلاص خلاص يعني. وتحت امرك، هو بس كان بيتواصل معايا قلت له في محاضره النهارده، هو يمكن مشغول تمام شويه، تحت فقال لي امرك سال السؤال ده يعني. خلاص، تمام، يسأل بس، ولو الله في حاجه يجزيك خير تواصل وكل معايا شغل وترجع بجميع حسناتك. تحت امرك بعدين حبيبي، ولو نتكلم في بقى ان شاء الله كده المحاضره، تعمل قاعه ثانيه تخلي بكلمك على الكورسات وكده ونظامها ايه، بحيث ان هو يا ايه ريت خليه لازم يتواصل حد، معايا بس لازم تحت حد يساعده. امرك، تحت امر يديه بس ماشي يبعتني عارف الرقمي ان شاء الله هتلاقيه على هبكتبه لكم اخر اللقاء، يكلمني بس على ماشي الواتساب وتحت امر في وقت محتاج حاجه تحت امر. خلاص ماشي، تحت امرك، الله يبارك فيك، تمام، الله يبارك فيك جزاك الله خير. شكرا حبيبي، شكرا ربنا شكرا. يبارك فيك، تحت السلام امرك يا مع دكتور، السلامة. دكتور مع السلام السلامة ورحمه مع الله السلامة وبركاته، تمام، مع السلامة. السلام ورحمه الله وبركاته. دكتورة مهيتاب بتقول معلش النت فصل مني وعاوز اعرف في مصر ازاي مكان استفاد منه اطور نفسي وساعدني في المذاكرة. طيب بص يا دكتورة مهيتاب، انا مش عارف انت حضرتك، انا انصحك في ممكن تلتحقي، لو ينفع تلتحقي بالزمالة المصرية، روحي كده اكتبي اللي هو مكتب الزمالة المصرية في مصر، هتلاقي على الكورنيشن نيل كده المانيال، هتروحي تقدمي وانت حضرتك دوله يعني معاك التخرج بتاع، ممكن تلتحقي بالزماله المصريه، مش الزماله المصريه اللي انت هتشوف كلينيكال كتير وهيلففوك على مستشفيات العملي في مصر ومستشفيات تعليمي زي معهد ناصر، ممكن نيابات في اي كليه، في اي كليات اللي هي مثلا عين شمس والقصر العيني والكلام ده كله، المطريه التعليمي وعين شمس التعليمي، حاجات اللي هي التعليميه. لو انت عاوز تمشي حاجه كلينيكال تعليم كويس جدا هيساعدك تشوف حالات كلينيكال كويس قوي، وكمان هتذكري هينفعك جدا جدا في البطن، فممكن حضرتك تقدمي في مكتب الزمالة المصرية، اكتبي كده الزمالة المصرية وتقدمي وتشوفي يعني امتى بيفتحوا وايه المتطلبات، وبتعمل بفلوس ما اعرفش كام دلوقتي فلوس بصراحه، ولكن بتدفع فلوس وتعلمي، فدي انا شايفها كويسه جدا، وبقابل زملاء كتير، انا كنت فتره من فترات في الزمالة المصرية بصراحه شايفها كويسه جدا جدا، بيبقى في واحد فوقيك استشاري ولا حاجه بيتابعك في امتحانات وفي كلينيكال وبتاع، بس انا ما كملش مش سافرت يعني، لكن هتلاقي يعني في العرب الناس العرب في كتير بياخدوا بفلوس وبتاع، فما فيش مشكله خالص يعني، تمام؟ دي هتنفعك قوي لو انت عايز تطور نفسك علميا وكلينيكيا كمان، يعني كلينيكال هتشوفي حالات كتير في مصر، تمام؟ او ممكن لو انت مش عاوزه تعملي، ممكن تعملي حاجه اسمها طبيب زائر، ممكن تروحي مثلا طبيب زائر في قصر العيني، طبيب زائر في عين شمس، بتروحي اي قسم تقول والله عاوز اعمل طبيب زائر، بتقعدي معاهم وتشيلي الغفرات معاهم وتشيلي الشغل معاهم وتتعلمي، بيبقى في مرور استشاري واخصائي واستاذ الجامعه بتلف معاهم بتتعلمي، او لو انت فاضيه كده انزلي في الاستقبال بتاع مثلا حوادث استقبال البطنه بتاعت مثلا عين شمس، او حوادث استقبال البطنه بتاعت القصر العيني، تمام؟ دي مستشفيات كبيره جدا، هتشوفي كميه حالات كثيره جدا، اتعرفي على النواب هناك وقول لهم والله انا عاوز اتعلم وبتاع، اتعلم، تمام؟ يعني ايدك البصويه، يعني انا نصيحتي ممكن تاخدي زماله مصريه، ممكن تروحي تنزلي حوادث استقبال في اي مكان، او ممكن تعملي طبيب زائر، تمام؟ برضه شوفي على مستشفيات الجامعه، يعني اكثر جامعتين عندنا في مصر، انا ما اعرفش حضرتك ممكن في مصر، يعني ممكن قصر العيني لو ناحيه مثلا اكتوبر والحته دي، او عين شمس بقى مدينه نصر في مصر الجديده والكلام ده، ما اعرفش انت حضرتك قاعده فين، دي افضل جامعتين، لو انت قاعده في جامعه ثانيه ممكن مثلا منصوره وبتاع واسكندريه، في برضه هتلاقي تعلمي فيه، شوفي حوادث البطنه فين، ممكن تعملي طبيب زائر او تعملي تروحي كده يعني التعليم مع نفسك كده، تعرفي على الزملاء ده، بس ميزه الطبيب زائر تلتزم معاهم، تلتزم بالمرور والكلام ده كله، فبتعلمي يعني، تمام؟ ده نصيحتي لو انت حضرتك يعني عاوز تتعلمي في مصر يعني، بس لو في حاجه تانية تبقى معايا تحت امرك يا دكتوره نهيتا. طيب ان الدكتور ايفون بيقول والله الام ار سي بي جي بي، في ام ار سي بي جي بي اللي هو بتاع الفاميلي ميديسن، او جي بي في جي بي اصلا يعني، في طبيب عام جي بي وفي فاميلي ميديسن كمان على فكره، في جي بي وفي فاميلي ميديسن، بس برضه هتبقى طبيب عام زي ما حضرتك بتقول يا دكتور احمد، طبيب عام. الماجستير البطن يفرق عن الزماله طبعا، يعني ماجستير بطنه دي حاجه، الزماله طبعا زماله بريطانيه، هو قصدك على الزماله المصريه، الزماله المصريه لا، الماجستير بطنه بتعليمي كل حاجه بس امتحان، لكن الزماله المصريه ده نظام تعليمي بيبقى 5 سنين، لا بتحضري بقى وغفرات وتدريبات وتعلمي وبتلفي المستشفيات بتاع، ده حاجه تانيه، ده 5 سنين لازم تاخديهم على بعض كده، الماجستير انت غالبا بتذاكر لوحدك وتروح تمتحني، تمام؟ لكن كزماله مصريه لا، زماله مصريه بتفرق، ان انت طبعا تبقى تروح مستشفى تعليمي وتتعلمي وتشوف حالات وكده، هينفعك جدا طبعا في الام ار سي بي طبعا كبطنه طبعا. طيب دكتوره ايمان استاذنك افتح لك المايك واتكلمي براحتك طبعا تحت امرك، اتفضلي، طيب ممكن تسالي دكتوره ايمان، افتح المايك. السلام عليكم يا دكتور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
أول سؤال لحضرتك، عارف إيه الورق المطلوب للسعودية كبطلة؟ كتقديم بطن يعني؟ ما اعرفش والله، لا المستعان ما اعرفش، بس ده يعني انت حضرتك عملت مقابله ولا لسه ما عملتيش مقابله او هتقدمي لسه؟ لا لسه، بس أنا مش شغالة حكومة، يعني مش عارفة أجيب سنة الخبرة منين. والله بص يا دكتور، هو حتى لما بتنزل لجنه ساعات بتنزل لجان، مثلا بيقول لك مثلا لجان هتيجي من الطائف او لجنه هتيجي مثلا من مكه وبتاع، بيمتحنوا وبيقول لك الطلبات بيبقى حاصل على كذا ومعاه كذا ومعاه كذا ومعاه كذا، فلازم الطلبات دي بتنزل اعتقد على الجرايد او بتاع، فانا ما اعرفش بتوع الديتيلز بتاع الورق مطلوب يعني، بس اكيد طبعا انت حضرتك ما خلصت ماجستير يعني ولا لسه ما خلصتيش؟ لا أنا شغالة فيه حاليا. طيب يعني انا اعتقد نصيحتي خلصي الماجستير الاول يا دكتوره، ما تسافريش جي بي، سافري على ماجستير احسن، فخلصي الماجستير تمام. وبس، وهم بينزل لجنه بيعلنوا في الصحيفه الرئيسيه، واكيد المواقع دلوقتي الطبيه تلاقي كله لازم، مثلا في يا جماعه لجنه جايه من عمان، لجنه جايه من السعوديه بتاع، بيقولوا والله متطلبات لازم يكون مخلص أي كذا مع مثلا سنتين بعد الماجستير او 3 سنين بعد الماجستير، محتاجين كذا مش عارف ايه التخرج يعني، حاجات هتلاقي حاجات كلها متعلقه بالماجستير والتخرج البكالوريوس والامتياز والكلام ده كله، هتلاقي حاجات طبيعيه يعني، مش حاجات صعبه يعني، واكيد بيعملوا حضرتك مقابله وبيقول لك طيب بيحددوا انت هتسافري على ايه، بتسافري اخصائي ولا استشاري على حسب بقى مستوى حضرتك كده، هم عاوزين ايه بالظبط. تمام انا بدات برضو ان انا اذاكر للام ار سي بي، واشتركت في ماشي، الكورس بتاع حضرتك، بس ما شاء الله الكورس دسم جدا. يعني اللي هو ايه التسجيل الواحد بعد اسمع فيه تقريبا اسبوع، مش عارفه اسبوع انا ليه؟ اسبوع ليه؟ تعالي بسمع كل يوم ربع ساعة ولا ايه؟ في اللي هو كم يعني معلومات كتير قوي. طيب انا والله ما طبعا لازم هو يعني يعني بقدر فحضرتك ممكن تقول لي ايه طريقة المذاكرة الصحيحة بقى، عشان انا كده حاسة ان انا تعالي انت واخده الكورس اللي هو البرانشات كامل ولا كورس الأسئلة؟ الأسئلة والله بصي الاسئله كمان مش كشوف الشرح ده، الاسئله ده مش شرح اصل، الاسئله ده لا ده الاسئله ده كمان مش شرح، ده اللي شرح ده اللي هو شرح بقى اللي 190 فايل ده، لا ما هو الاسئله بصي يا دكتوره، والاسئله اللي انت تطبعي الاسئله الورق اللي انا جايبه الاسئله وتسمعي التسجيل وتحاولي بقى تشوفي الاستفاده من السؤال ايه وتلخصي الكلام وتشوفي الاستفاده ايه وتحلي اسئله تاني. تمام فانت بتذاكري قد ايه كل يوم يا دكتوره ايمان؟ هو علشان ظروف يعني الولاد وكده، فممكن مثلا اسمع ساعة ونص، يعني كويس. طب تبقى انت ساعه ونص، كويسة. هو الشريط كله ساعتين مثلا ولا حاجه، انت ممكن تخلص الشريط في لا اليوم ولا بتوقفه؟ لا انا قصدي ممكن ايه يعني، انت حضرتك ممكن تسمع الشريط مره مثلا، ممكن تكون حاجه عابره كده وبعدين ممكن تسمعيه تاني، هتلاقي مره في مره المعلومات بتتكرر، واطبعي الورق يا دكتور اللي هو بتاع الاسئله وابتدي حل من نفسك انت لوحدك وشوفي مستواك ايه في السؤال ده، حليته صح حليته غلط، وابتدي راجع تاني الاسئله اللي حليتها، يعني قصدي تعملي اكزامين يو، انت تكزامين نفسك، انت تسمعي مره السؤال كده الشريط وتسمعيه تاني وتحل الاسئله وتشوف مستواك فين، لو في اي سؤال فيه صعوبه اسمعي تاني او شوف الكومنتات بتاعته وتقرا عليه. تمام لكن اسبوع في الشريط ده كتير قوي يعني، حاولي كل يعني شريط مثلا في كل يومين مثلا شريط مثلا او حاجه، لو انت مثلا نص شريط في يوم ونص شريط تاني في يوم وبعدين ممكن تسمعيه تاني اسرع، هتلاقي نفسك مع التكرار هتلاقي الدنيا ملمومه ان شاء الله. ولو في حاجه تواصلي معايا بس على الواتساب تحت امرك، لو في حاجه يعني نتكلم مع بعض على الواتساب ما فيش مشكله، في اي كومنت ان شاء الله هساعدك فيه ان شاء الله. تمام يا دكتور ايمن، تمام، ربنا يكرمك يا رب. شكرا ربنا شكرا. يوفقك تحت امرك يا دكتور ايمن تحت امرك. طيب ايه تاني نشوف الزملاء؟ طب دكتور اسامه، طب حاضر افتح المايك لدكتور اسامه ثواني، يلا دكتور اسامه اهو، اتفضل دكتور اسامه فتحت لك المايك. دكتور اسامه ممكن تفتح المايك يا دكتور اسامه؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته دكتور اسامه، اهلا وسهلا، شن حالك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا دكتور، اهلا وسهلا دكتور اسامه. الحمد لله. بالله حاب نسأل يا دكتور، أنا عندي خبرة 10 سنوات ميديسن في ليبيا. ما شاء الله تمام الفكرة في قصدي الام ار سي بي، في حالة أن واحد استاذ إن شاء الله الخليج، هل ياخذوا طول الشهادة متاعك ولا ضروري في شروط ثانية إضافية للقبول؟ والله. بص يا دكتور، هو أي دولة خليجية بتعمل مقابلة تمام، وهو يتوقع في رئيس القسم اللي بيمتحنك او بيختبرك، او انت ممكن يعمل لك اختبار على الزوم او يعمل لك مقابله شخصيه، لو لقيت مستواك كويس وامورك ماشيه بياخدوك على طول، انت معاك 10 سنين خبره، مش معاك محضر اي يعني محضر اي شهاده في بلدك في ليبيا ايه، ماجستير كويس واخذ دبلومة في الريسبيراتوري. كويس جدا يعني، شويه كويس جدا ممكن تسافر بيها، ممكن تسافر على سبيشاليست مثلا شيست تمام، او ممكن تسمعها كمان مع الزماله البريطانيه هتديك تقل كمان في السي في بتاعك، فاعتقد لا كويس يا دكتور يعني، انت اي فرصه تنزل او اي
فرصه تفتح في اي مكان، ابعت ورقك على اساس شيست، وكمان لو انت معاك الام ار سي بي بتتقل طبعا ميزانيتك. ممكن الدكتور رئيس القسم لو شاف ان حضرتك ممكن مستواك ممكن يلاقيك حاجه، او يقول لك انا مثلا الراجل ده لا انا عاوز مثلا سبيشاليست مش مثلا ريجسترار ولا حاجه او سينيور ريجسترار، لا يعني على حسب الشهاده اللي مع حضرتك وخبره حضرتك. هو كله يا جماعه بالمقابلات، على حسب المقابل معاك وشوف هو بيقيمك ازاي، يقول لك الراجل ده سينيور، لا الراجل ده سبيشاليست، الراجل ده استشاري، على حسب الشهاده بتاعتك وحسب مستوى حضرتك في المقابله وكده. تمام؟ يعني دكتور الام ار سي بي بيعاملوه كأخصائي في الخليج يعني. والله لا حسب الدول يعني، بصراحه القوانين مختلفه جدا يعني. مثلا الامارات مثلا بتعترف بيها بعد 5 سنين من بتعملك اخصائي، بعد 5 سنين من الام ار سي بي. في مثلا قطر مثلا مش معترفه بالام ار سي بي خالص. مثلا عندك السعوديه برضو بتعاملك لو انت بقى 3 سنين خبره بعد البتاع بتعاملك طبيب مقيم، وبعدين بتترقى بعد كده يعني. كل دوله يا دكتور والله يعني، في دوله مثلا الكويت مثلا كانت بترقي بيها، بدات تترقي بيها يعني. كل دوله لها قوانين مختلفه، ما اقدرش طيب اقول لك كل دوله لها قوانين مختلفه، وكل القوانين بتتغير. فانت قبل ما تسافر اي دوله والله بتقول لنا عندي 1 2 3 ايه هفضل ايه تصنيف هناك، يقول لك والله لا تصنيفك مثلا هيبقى سبيشاليست، تصنيفك سينيور ريجسترار، حسب بقى كل دوله بتقرر ايه. فما فيش ثبات يعني، ما فيش قانون ثابت لكل دوله. تمام؟ في ناس معترفه بيه وناس مش معترفه بيه. زي ما بقول لحضرتك ان اللي بتعاقب مين بيقيمك، اللي هو بيعمل معاك مقابله سواء مثلا لجنه نزلت تمتحنك او على الزوم او بتاع، ده بيقيمك بخبرتك والشهادات اللي معاك. لكن ما فيش قاعده ثابته يا دكتور دكتور أسامة بتوزيع التصنيف يعني. هي عفوا يا دكتور، السؤال الأخير سامحني بالك عطلت عليك ولا حاجة. خالص خالص مش تحت أمرك. الام ار سي بي عادة الفيرست والسكند والكلينيك. الكلينيك هو في سؤال، الكلينيك هل موجود في مصر البيسز؟ موجود في مصر، في 3 مراكز او مركزين، 3 سايتس بيعملوا امتحانات في مصر، في مصر موجود. عادة مثلا هو التوفيق من عند الله من ناحية الفيرست والسكند. ان شاء الله عادة صح. قديش تاخذ المتوسط المدة يعني باش تكملها يعني؟ والله لو انت مذاكر كويس ممكن تمتحن امتحان يعني، تتباص على طول من اول مره. ومفيش فتره ما بين بارت 1 بارت 2، ممكن تدخل بارت 1 النهارده في شهر 1، بارت 2 تدخل في شهر 3 مثلا في شهر 2. مفيش شرط تستنى سنه او حاجه. فانت ممكن تخلص كله لو انت ربنا كرمك تدخل في فيرست شوت كده بارت 1 وبارت 2، ممكن بارت 3 في نفس السنه، ممكن تخلص في سنه تكون مخلص. بس هي الفكره بقى ان انت تكون خلصت على طول، يجي لك امتحان البيسز على طول، القبول في البيسز في اي مكان تدخل على طول. فهو يعني انت نصيبك، لكن هو مفيش فتره ثابته يا دكتور يعني، تختلف واحد لواحد. لكن انت ربنا كرمك لو عديت على طول هتخلص على طول في سنه. شكرا يا دكتور. هو تحت في امرك سؤال تحت امرك. اخير، اتفضل اتفضل سامحني دكتور، براحتك. لا مفيش براحتك. ها المصادر الدراسة عادة لو واحد بيقرأ الباس ميديسن يثبت بالباس تيست ولا ضروري كل واحد بروحهم؟ طيب، انا جاوبت السؤال ده في اول لقاء حضرتك ان شاء الله ننزل، ممكن تسمعه باستفاضه. لكن نصيحتي لو انت ما تدخلش بالباص ميديسن بس، خش الباص ميديسن مع الباص تيست. زي ما قلت لحضرتك الباص ميديسن جميل جدا في بارت 1، الاحسن منه كان باص تيست، احسن من الباص ميديسن في بارت 1. ان الباص تيست جاب افكار حلوه قوي في الباص تيست في بارت 1. بارت 2 الباص ميديسن احلى من الباص تيست. فانت بس انا نصيحتي اقرا الاثنين، ولو عندك كمان وقت اقرا الثالث اللي هو الاكزامينشن يعني. كل ما تقرا كتير احسن، كل ما تحل اسئله كتير افضل. تمام؟ فنصيحتي يعني حل كل ما عندك وقت، حل كل ما انت قاعد حل. تمام؟ حتى لو انت حتى ايه الباص ميتس مره والباص تيست مره خش بيهم، بس ايه قصدي ما ينفعش واحد بس، لازم تركز ان الاثنين بيكملوا بعض. تمام؟ إن شاء الله إن شاء الله. شكرا يا دكتور، تحت امرك. تحت امرك دكتور اسامه، ربنا يكفيك. صح دكتور صح اسامه صح تمام من الليبيا. تمام. طيب خلينا نشوف حد، اي حد من الزملاء تاني. دكتوره ايمان خلاص، دكتور اسامه، دكتور اسامه تمام. طيب في بس سؤال اللي هو الاخير عشان دكتور علي، عشان ما ننساش بس اخونا دكتور علي من السعوديه، وكان بيسال عن البيس. طبعا هو دكتور علي ما شاء الله مخلص كمان الايرلند وداخل كمان الايه البيسز ك كامتحان. طبعا البيسز هو النظام اللي اتغير يا جماعه في 23، هو نظام قالوا ايه ايه اللي كان بيحصل، اقول لكم ايه الفروق بسيطه باختصار. طبعا هو ده يعني الناس بقى اللي هتاخد امتحان عارفه الكلام ده كله، يعني لسه كنت لسه بشرح شغال في كورس كده، فلسه من الكلام ده لسه شرحه يعني الاسبوع اللي فات، فبتستفاضه يعني. ولكن ايه ملخص الموضوع يا شباب؟ ملخص الموضوع هو ان احنا كان زمان في هو طبعا 5 ستيشن يعني، انت بتدخل هم 5 اوض، 5 ستيشن. تمام؟ ستيشن 1 و2 و3 و4 و5، هم خمس ايه انتوا 5 بتمتحنوا، فكل واحد بيقعد على ستيشن. تمام؟ يعني واحد يبتدي من ستيشن 1 وبعدين 2 3 4، وبعدين بس واحد يبتدي من 5 4 3 2 وهكذا يعني.
الامتحان كله كل لجنه، تمام، كل لجنه بتقعد فيها تلت ساعه، كل لجنه بتقعد فيها تلت ساعه، تمام، وبين اللجنه واللجنه بتبقى تقعد 5 دقائق ما بينهم كده. طيب انت كان زمان كنا بنعمل ايه؟ كنا بندخل والله لجنه ستيشن 1 كان عباره عن كلينيك، حالات كلينيك، بنزل لك حاله مثلا حاله ابدومين وحاله ايه؟ شيست مثلا. وبرضه يعني حاله شيست وفي حاله كمان نيورو وحاله ايه؟ كارديو، يعني في 4 حالات، ففي حالتين ابدومين وشيست وفي حاله كارديو نيورو. فبتدخل كارديو نيورو بتلاقي تدخل حاله كارديو 10 دقائق وتدخل حاله نيورو 10 دقائق، وفي اكزامينر بيسالك على كل حاله كده 10 دقائق و10 دقائق، خلاص؟ بعد كده كنا بندخل على حاله اسمها حاله كوميونيكيشن. حاله الكوميونيكيشن دي اللي انت بتقعد تقريبا تلت ساعه، انت طبعا بعد ما تخلص ستيشن 1 بتقعد 5 دقائق كده، وبيديك ورقه وبيديك سيناريو، هتقول والله الراجل ده مثلا مستر كذا عنده مثلا 50 سنه وبيشتكي مثلا من ابدومينال بين، عملنا له انفستيجيشن مش عارف ايه ده، مثلا عنده كولوريكتال كانسر، خش قول له انت عندك كولوريكتال كانسر، ويسالك اسئله. طب انت يعني انت بتبلغه خبر وحش، او خش مثلا على الست الفلانيه كذا كذا عندها مسز مثلا هبه عندها مثلا 20 سنه وطلع عندها ادسون سيس، خش قول لها انت عندك ادسون، طبعا دي بلوه كريتيكال. مثلا انا كان حاله بتاعتي مثلا واحد كان عنده مثلا سيناريو بقى بتتسال، هي تمثيليه يعني تقول موجود جوه ده بيمثل برضه، تلاقي واحده بتمثل ممكن يكون نرسه ممكن يكون دكتور صغير او واحد بيمثل. واحد انا اقول لك اللي حصل معايا، واحده كان ابوها كان جات له فيتاك وادوله اميدارون، وبعد 3 4 سنين الراجل ابتدى يكح وبتاع ايه، فايه طلع عنده ايه؟ لانج فايبروس. فانت هتدخل تقول لها مبروك ابوك عنده لانج فايبروس، فطبعا قعد بقى تعيط وتزعق وفيلم كبير كده، هو تمثيليه. بس كان كمان ايه، كان وقت كان الكوميونيكيشن ده يا جماعه كان تلت ساعه، كان كبير قوي، تمام، كان تلت ساعه كتير قوي ليه؟ فانت بتقعد تتكلم كتير، عند ابوك كذا وجاله وجه عندنا وادينا له ادينا له حاجه لقلبه لكن للاسف حصل كذا، وتقعد تتخانق معاك وبتاع، تقعد ترغي ترغي ترغي، تلت ساعه كتير قوي، تمام. وكمان بعد ما تخلص هو كان تلت ساعه بالتمام يعني بيسيب لك كده مثلا 15 دقيقه ومثلا 16 دقيقه، ويسيب لك 4 دقائق تتكلم على الاكزامينر. كان بقى الاكزامينر يقعد بقى يمسكك يعصرك بقى، طب انت قلت لها كذا، طب ما قلتلهاش كذا ليه، طب ليه ما قلتش الحته الفنيه تعمل كذا، فبيمسكك يعني ينفخك يعني. فايه، فكان تلت ساعه كبير جدا، فالناس اشتكت من طول ايه ده، كان زمان طول ده طول زمان طول اللي بيحصل في الام ار سي. فقالوا يا جماعه بدل ما نخليه تلت ساعه على حاله واحده، نعمل ايه؟ نعمل حالتين كوميونيكيشن. فده الفرق بقى في الايه، في الجديد يا يعني دكتور علي اللي بيسال عن الجديد. فانت اصبح دلوقتي في حالتين كوميونيكيشن، ومده الحلقه مده الكوميونيكيشن 10 دقائق، تمام. ايه ال 10 دقائق؟ هتقول والله انت عندك ادلت ديزيز والاعراض كذا والانفستيجيشن كذا وهنعمل كذا ويحولك كذا كذا كذا، فبتقول لها معلومات مختصره في 10 دقائق. دي الحاله الاولى. طيب هل في الاكزامر بيسالك؟ لا، الاكزامر ما بقاش يسالك بقى، مش زي زمان كان بيقعد يسالك، ولا بقاش يسالك. فاصبح دلوقتي الكوميونيكيشن اصبح حالتين كوميونيكيشن، بدل ما حاله واحده اصبح ايه؟ حالتين. دي الحاله، دي المعضله الاولى، تمام؟ طيب كان زمان بعد ما نخلص الكوميونيكيشن كنت بتدخل على حاله كلينيكال كمان، حاله كارديو حاله تشيست او حاله كارديو حاله نيورو، وبعد كده تدخل على حاله هيستوري. الهيستوري كنا بنعمل ايه؟ بيديك سيناريو بره، بيقول لك والله مستر كذا كذا عنده كذا وبيشتكي مثلا من لوس موشن بقى له مثلا شهر. اتكلم معاه، تمام؟ عاوز تعرف اسباب لوس موشن، ده الاسباب الدائريه دي 50 سبب، تمام؟ تقعد تتكلم معاه، بتقعد تتكلم تتكلم تتكلم، ويقعد تقول له طب انت سافرت، طب انت عامل كذا، اكلت كذا، يعني تقعد تسال برضه تلت ساعه. وبرضه في اكزامينر بيسالك، يقعد يسالك طب انت سالته في كذا، ايه الديفرنشال دياجنوز بتاعك؟ اقول له والله واحد كذا مثلا اتش اي في، تاني كذا، ثلاثه مثلا انفلاماتوري باول ديزيز اي بي اس، تقعد تقول له الديفرنشال دياجنوز بتاعك. و ما بتحطش ايدك على العيان بقى، كنت زمان ما بتحطش ايدك على العيان خالص، تمام؟ طيب فده ايه الهيستوري. فقالوا لا يا جماعه، طب انا دلوقتي انت مستحيل واحد يجي لك العياده بتاعتك، تمام، وتقول له والله انت عندك ايه؟ تقول له مثلا عندي كذا كذا، وتقول له مبروك يا عم الحاج انت عندك مثلا مثلا ايه، عندك انفلاماتوري باول ديزيز، وما حطيتش ايدك على العيان، ما ينفعش. فقالوا ما ينفعش. فقالوا يا جماعه لازم ما نيجي نعمل الهيستوري نحط معاها اكزامينيشن، بحيث ايه؟ بحيث ان انت تعمل اكزامينيشن ممكن تلاقي فايندنج، ممكن تلاقي راش، ممكن تلاقي مثلا عنده هيباتوميجالي، اسبيليوميجالي، عنده اسايتس، عنده ليمب اديما، تساعدك في التشخيص بتاعك وتاخد الايه الحاله بصح. وبصراحه رايهم صح، اللي انت ما ينفعش تقول والله هي هتاخد هيستوري بدون اكزامينيشن. فقالوا نعمل اكزامينيشن، فحتى كمان حتى خلوا الهيستوري حالتين. فاصبح دلوقتي عندك 2 كوميونيكيشن واثنين هيستوري، والهيستوري فيها اكزامينيشن وفيها ديسكشن مع الاكزامينر، يعني بيكلمك ايه الفايندنج بتاعتك، اكنها حاله لونج كيس، خلاص اكن الناس امتحنت ماجستير او دكتور، عارفه اللونج كيس يعني، بيقول لك اكزامين خد هيستوري
واعمل ديفرنشال دايجنوزس وادي التريتمنت بتاعه، قول له هتديك كذا كذا وهنعمل كذا انفستيجيشن 1 2 3 والعلاج بتاعك 1 2 3، وانا لقيت في الاكزام يقول لك لقيت ايه، اقول له والله لقيت مثلا راش هنا، لقيت مش عارف السر، لقيت ثايرويد، لقيت هيباتولي وهكذا، تمام. وده اعتقد حاجه صح، يعني صح مش غلط يعني. وكمان بتسهل لك كمان في التشخيص على فكره، يعني انت مثلا كنت واحد تقول مثلا عندك مثلا اي مرض، تمام، اي بي اس انفلامتري باول ديزيز مثلا بتاع، وما خدتش منه دايجنوز كويس، تمام، ما عملتش اكزامينيشن، بيبقى صعب. لكن لما تلاقي اكزامينيشن ممكن الفايندنج تساعدك في الايه، في التشخيص. فاصبح دلوقتي في اثنين كوميونيكيشن، واصبح في اثنين هيستو، ده الجديد. وكان زمان في حاجه اسمها ستيشن 5. ايه الستيشن 5 دي؟ اللي انت كنت برضه بتدخل على حالتين 10 دقائق، بتاخد منه هيستو وتعمل اكزامينيشن في 10 دقائق بس، فكان الوقت قصير جدا جدا. فدي بقى كانت بتوقع معظم الناس، فشالوها خالص، شالوا ستيشن 5 دي، حطوا بقى وزعوا. اصبح دلوقتي عندك اثنين هيستوري واثنين كوميونيكيشن، والاثنين كوميونيكيشن 10 دقائق و10 دقائق، والهيستوري 20 دقيقه و20 دقيقه عشان تعمل اكزامينيشن وتتكلم مع الاكزامينر. ودي الايه الفروق. فاصبح دلوقتي هي دي الفروق الوحيده، دي الفروق يا دكتور علي، دكتور علي، الموجوده في البيس. اصبح دلوقتي ان في اثنين كوميونيكيشن واثنين هيستوري، تمام. اعتقد المور بقت اسهل شويه من الاول. الكوميونيكيشن 10 دقائق بس و10 دقائق، والهيستوري 20 دقيقه و20 دقيقه، هو ده الفروق الوحيده. والكلينيكال طبعا لازم يكون دكتور يتدرب كلينيكال كويس، سواء مثلا ممكن تاخد ريفيجن مع حد كلينيكال، او ممكن تاخد كورسات على الكورسات العامله، تشوف حالات كتير قبل ما تدخل الامتحان. ونفس الكلام برضو الكوميونيكيشن، محتاج كورس كوميونيكيشن كويس مع هيستوري، او اسمه كونسلتيشن بقى دلوقتي، ما يسموه هيستوري كونسلتيشن، لازم تاخد كورسات عشان تتدرب على طريقه الامتحان وطريقه العرض والكلام ده كله. الموضوع قد يكون صعب على بعض الناس اللي بتسمع لسه بارت 1 برضو، يعني ما تخافوش، الامر مش صعب قوي كده. لكن هي عباره عن تمثيليه او مسرحيه بتتدرب عليها، ازاي تعمل تتعاطف مع المريض، ممكن لو المريض زعق عليك، المريض اتعصب عليك، المريض عيط، المريض اتخانق معاك، تتعامل ازاي، تتعامل معاه اكنك في عيادتك، وتتعامل بطريقه سلسه وطريقه سهله، وتلاقي الامور ان شاء الله مش صعبه خالص، ما مش حد يخاف يعني، الامور ابسط مما تتخيلوا ان شاء الله. طيب لكن هي نظام امتحان، ولازم تكات، هي تكات، ولو لميتها هتلاقي الدنيا مش صعبه خالص يعني. لكن يا دكتور علي، مش هتلاقي فرق كبير من حضرتك ان شاء الله مخلص الايرلند، مش هتلاقي امتحان فرق كبير من امتحان ايرلند الكلينيكال مع البيسز يعني. بس ما في اي سؤال تاني يا دكتور علي، تحت امرك باذن الله تعالى. طيب حد من الزملاء اللي انا جاوبت اسئلته النهارده، حد عنده اي استفسار او اي سؤال، تحت امركم، تحت ما معاكم، لو في اي حاجه تحت امركم. مش عاوز اطول عليكم، احنا كده تقريبا يعني خدنا وقت كويس. حد من الشباب عنده اي استفسار، اي سؤال لسه ما اتسالش؟ يا رب اكون اجبت على الاسئله النهارده، استفدت منها يا رب ان شاء الله. دكتور ايفون، الله يبارك فيك، الله يحفظك، الله يبارك فيك، تحت امرك يا دكتور. طيب يا ريت لو في حد من الشباب عنده اي استفسار، جزاهم الله عنه خير. لو في حد عنده اي استفسار تحت امركم ان شاء الله، ورقمي برضو انا بحاول اكتبه بحيث لو اي حد عاوز يستفسر اي شيء. طيب حد برضو بعت سؤال، بعت لي على الكورسات. طيب بص يا جماعه، الكورسات اللي عندي انا شارح بارت 1 وبارت 2. بارت 1 بارت 2 انا عامل جزء نظري، شرح نظري، ده باستفاضه شويه، لكن طبعا كله اوف لاين. انا كنت بصراحه بدي اونلاين، لكن الموضوع مجهد جدا، انا بقعد 3 ساعات اتكلم المحاضره، ومجهد جدا جدا. فانت لكن بتيجي تسجل بيبقى الموضوع ممكن اقسم ساعه واريح شويه واتكلم شويه، يعني بيبقى اريح ليا. وكمان حاجه مهمه جدا، انا كان مثلا عندي معايا كذا واحد من كذا دوله، واحد في يوكي، واحد في مصر، واحد في السودان، فاختلاف المواعيد واختلاف، كلنا عندنا غفرات ونبطشيات وبتاع، بنبات في المستشفى وبتاع، فاصبح اتوفق بالناس دي كتير. يعني مثلا معايا واحد مثلا 10 10 في الكورس، لا مثلا بيحضر اثنين، وبعدين الباقي بيسمعوا التسجيل، فخلاص. فانا يعني مش هشرح على اثنين، فقلت خلاص اسجل، والحمد ربنا كرمني، عندي موقع كده وعندي ابلكيشن كمان بفضل الله عز وجل، بحيث ان انت التسجيلات بتستمع على الابلكيشن معاك على الموبايل في اي وقت تسمعها، ومعاك كمان في البيت لو انت بتسمع تسمع على اللابتوب يعني، تمام. فده كورس الشرح، شارح كل البرانشات اللي هم 12 برانش، وعامل على كل، بعد كل برانش عامل على كل برانش ايه اسئله 100 سؤال كده، يعني ايه ريفريشمنت للبرانش. طيب ده حاجه، ده بارت 1 بينفع بارت 1 بارت 2. بعد كده في كورس الاسئله، عامل كورس اسئله بارت 1 وبارت 2، جامع بقى حل اسئله باس ميديسون باس تيست والانزيميشن بارت 1، ونفس الكلام باس ميديسون باس تيست بارت 2، وبارت 2 حاطط معاك كمان، عامل كورس كمان اي سي جي، تمام، وعامل كورس اسئله، عامل كورس صور حاططهم برده في بارت 2 اللي هو ياخد بارت 2 هيلاقي كل ده، وعامل اي سي جي لوحده، وبرده كورس صور ان شاء الله هيكون جاهز قريب انزله برده، بحيث ان هم الناس اللي هم في الزماله الايرلنديه عاوزين ياخدوا بس اي سي جي او كورس الصور بس ياخدوها ان شاء الله، مفيش مشكله. وطبعا الحمد لله كورسات البيسز بقى، اللي هو كورس الكوميونيكيشن وكورس الايه
كوميونيكيشن وكورس الهيستوري موجود الحمد لله، برضه الناس اللي داخله امتحان بيس الحمد لله شغالين كورسات بيسز ككورسات دي، وان شاء الله بنعمل كورس تقريبا هو الريفيجن كورس، وده احد طلبات الزملاء الريفيجن بقى. طب خلاص انت شرحت بقى، عاوز حاجه بسرعه كده نلم بيها اعملها ان شاء الله، اقسمها لكم في اخر اسبوعين، بحيث اخر اسبوعين قبل ما تدخل الامتحان يكون معاك. يعني مثلا اعمل مثلا اليوم الاول هنراجع مثلا كذا كذا كذا، اليوم الثاني هنراجع كذا كذا كذا، باذن الله هنعمله ان شاء الله. يعني ربنا يستر، بس يدينا الوقت كده ان شاء الله وبركه في الوقت، نعمل اللي هو كورس اللي هو الريفيجن كورس ان شاء الله، يعني بحيث لم الموضوع بسرعه، لان فعلا زي ما الدكتور بتقول الكورس دسم، عاوز ناس بصراحه. لا يعني الكورس دسم، انا حتى اي حد بيقول والله الكورس طويل بصراحه بتاعي شرح باستفاضه قوي، بحيث يعني شو حتى يعني تنفعك كلينيكال وتنفعك حتى كمان ك ام ار سي بي ان شاء الله باذن الله يعني. بس لو في اي حد من الزملاء عاوز اي حاجه طبعا يتواصل معايا على باذن الله تعالى على الواتساب. تمام، طب الله يبارك فيك. طب ده رقمي اهوت، رقم اللي عاوز يتواصل معايا، 6551 ده رقمي على الواتساب، ده شغال الواتساب ده شغال ان شاء الله. انا اسمي محمد اسامه، محمد اسامه على الواتساب. بيجي لي اسئله كتير على التليجرام، لكن بصراحه التليجرام ما بدخلش عليه كتير قوي، لكن هو المشهور اول واتساب برد عليك على طول ان شاء الله في اي تواصل اي استفسار تحت امركم في اي وقت يعني. طيب شكرا جدا جدا على الساده الافاضل اللي حضروا النهارده، يا رب يكون ضيف عليكم خفيف كده، يا رب تكونوا استفدتوا، وباذن الله ان شاء الله يا رب لا ينقطع اللقاء بيننا ان شاء الله دايما كده، ودايما والله دايما كل مره بقول يا ريت نعمل لقاء علمي كده، بحيث برضه نشرح حاجه قبل كل لقاء الاسئله، بحيث ان شاء الله نمسك موضوع كده نحاول نبتدي نتكلم فيه، مثلا وليكن مثلا بالمون امبليز، نشوف الجايد لاينز بتاعته، ونشوف انا دلوقتي شغال في حاله النيتروبيك فيفر ان شاء الله، بحاول اعمل دايجرام كده سهل نتكلم فيه. فممكن يا رب بس يا ربنا يصلي المره الجايه في شهر اكتوبر باذن الله، الشهر الجاي نعمل لقاء علمي كده الاول، مثلا وليكن نص ساعه قبل ما نتكلم في الاسئله، ممكن نتكلم مثلا عن التروبيك فيفر او البالمون امبليزما او الام اي وحاجه. يعني لو احتجت اي حاجه ان شاء الله ابعتوا لي كده نتكلم فيها باذن الله، بحيث يبقى حاجه يجمع لقاء بين العلمي واللقاء الايه الدسكشن ده. طيب شكرا جدا جدا، يا رب تكونوا استفدتوا النهارده، ما كنتش ضيف عليك تقيل، واشوفكم على خير ان شاء الله في الشهر القادم بقى ان شاء الله باذن الله على خير. شكرا جدا جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم.